مساء الخير على كل مشاهدينا، وأهلا بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من هذه التغطيات الخاصة برحيل وانتقال رجل العطاء الأرخن الكبير دكتور ثروت بسيلي. تابعنا مع حضراتكم بالأمس وقائع صلوات القداس الإلهي الذي صلاه نيافة الحبر الجليل الأنبا يوستوس رئيس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وبعده كان معانا البث المباشر من القداس، كان من كنيسة السيدة العذراء والأنبا شنودة رئيس المتوحدين بمدينة السلام الذي كان يرقد فيه جسد المتنيح الدكتور ثروت بسيلي من قبلها بيوم. وبعد هذا نقلنا لحضراتكم في الواحدة تماما من مساء ظهر أمس وقائع صلوات الجناز التي رأسها قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية واللفيف كبير من الأباء المطارنة والأباء الأساقفة والأباء الكهنة، ربما تجاوز 20 من الأباء المطارنة والأساقفة وعدد كبير جدا من الأباء الكهنة، وزحام غفير بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، رغم أن الدخول في القداس وفي الجناز وفي الدفن كانت الحقيقة مقتصرة على أحباء الدكتور ثروت والمعروفين لدى الأسرة، إلا أننا فوجئنا بزحام غفير في صلوات الجناز، وكانت صلاة جميلة وكانت كلمة قداسة البابا معزية جدا تحدث عن دكتور ثروت بسيلي رجل الدولة والعطاء الوطني ورجل الإنسانية والعطاء الإنساني ورجل التخصص والعلم والعطاء الصيدلي. كانت كلمة رائعة الحقيقة. وأيضا بعدها تابعنا مع حضراتكم مراسم إرساء الجسد الطاهر في مثواه الأخير بالمزار الخاص والذي أقيم بكنيسة السيدة العذراء والأنبا شنودة رئيس المتوحدين بمدينة السلام. الحقيقة كانت أحداث يعني إنسانية جدا وفيها لمسة روحية كبيرة جدا. ربما علمتم كم يجب أن نصلي من أجل هذه الأسرة المتألمة وهذه العائلة المجروحة التي مثل رحيل الدكتور ثروت بالنسبة لها فقد كبير، وأيضا بالنسبة لنا وبالنسبة للوطن وللمسيحيين في العالم كله ولكثير من غير المسيحيين الذي كان أيضا يساهم في نفقات حياتهم ومعيشتهم كعمل مقدم خالصا لله الدكتور ثروت بسيلي. بعد قليل يشرفني جدا وجود نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس أسقف شبرا وكل توابعها، وإن شاء الله يكون لنا حوار رائع مع نيافته لأنه على علاقة طيبة جدا ووطيدة بدكتور ثروت بسيلي من 30 سنة، فإن شاء الله نعبر معا على أهم محطات هذه 30 سنة وأهم الفضائل التي يمكن أن نتعلمها في حياتنا من هذا الأرخن الكبير الدكتور ثروت بسيلي.
نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وكل توابعها، أهلا بنيافتك سيدنا وربنا يعزيك ويعزينا بكلمات نيافتك. أهلا وسهلا. الحقيقة طبعا كل الشعب محتاج تعزيات الروح القدس لهذا الموقف المؤثر جدا في سنة 2017 بالنسبة لنا، موقف صعب الحقيقة. سيدنا يعني أنا عرفت من نيافتك من دقايق قبل الهوى أن نيافتك يعني تمتد علاقة نيافتك بدكتور ثروة 30 سنة، يعني عمر طويل، وكان في تعاون مش مجرد يعني معرفة مرة وبعد كده اتقطعت. يعني الحقيقة أول مرة تعرفت بيه سنة 87 بالظبط، كنا بنشتري الأرض اللي جنب المطرانية، وبعدين أب كاهن الله يناح نفسه قال لي تعالى، انا ما اعرفش اجمع فلوس الحقيقه، مش موهبتي خالص، فقال لي تعالى، قلت له بس انا بتكلمش، قال لي لا انا اتكلم. ودانا وسط البلد في عماره فيها شقه كده، فهو كان عارف الدكتور ثروت وعارف صفوت وصفي معاه، دخل هو كلمهم، لقيت الدكتور طلع ومعاه حاجه كده، كيس محطوط فيه الحاجه، ومجرد ما سلم عليا حسيت بحراره سلامه، معرفش اتأثرت بيه جدا بغض النظر عن الحاجة اللي دفعها. وخلاص انتهى الموقف في الحتة دي، انتهت كده. لكن انا تحبيته، بس ما بقيتش اعرف اروح اقول له ايه وازيك يعني. وبعدين الشقة دي كانت مليانة موظفين كتير، يعني صعب الواحد يكلمه ويقعد معاه. وبعدين ابتديت بقى من حين لآخر اتصل بيه بالتليفون لما كان عمل المصنع الاولاني، وبقيت احب اقعد معاه نتناقش احيانا في ايات في كتاب مقدس كتير، في طقوس في الكنيسه، في عقيده، في الاداره في الكنيسه. هو طبعا خبرته الاداريه طويله، يعني عنده مبدا مثلا وعشر متقدمين وظائف، هو عنده مثلا دايت محاسبه يبقى نمره واحد يتقابل مع أطباء متخصصين في الاجتماع وفي التربية وفي النفس، وبعدين متخصصين في الشغل اللي هيشتغلها. لما يجتاز المراحل دي كلها يصدر قرار بتعيينه. ده نظام الحقيقة حبيت، لقيت النظام ده فعلا بيختار الإنسان المناسب في المكان المناسب بعد دقة هائلة. فلقيت إن هو عقليته الإدارية عقلية متسعة، وكل شوية ياخد خبرات، وانا كنت احب اتعلم وافهم منه امور اداريه كتير كتير قوي. وفعلا في حاجات منها ابتديت انفذها عندي في الابروشيه تتفق مع احتياجات الابروشيه في النظام المالي والنظام الاداري والحاجات اللي زي كده. فاستمرت العلاقه تنمو باستمرار لحد لما انشانا مستشفى سانت ميري عندنا، وقلت مين اللي هيساعدنا في اداره المستشفى دي. رحت كلمت الدكتور قلت له يا ريت تسمح ان اكون في مجلس الاداره، فقال لي ما فيش مانع، واشركت معاه مجموعه تانية. لكن كنت احس ان هو في الجلسه، هو ماسك الجلسه صح، مشورات واراءه في الاداره في المستشفى اكثر من رائعه حقيقه، ونفذنا منها ما نستطيعه، وابتدت العلاقه تقوى تدريجيا معاه، بقيت التقي بيه كتير ونتقابل بخصوص المستشفى وبخصوص حاجات كتيرة جدا في حياتنا العامة، في أمور الكنيسة عموما، في الفقراء. وهو ابتديت حسيت إن هو موضوع الفقراء بيحط عليها فوكس كبير قوي 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 يعني. صحيح. وما كانش يمر أسبوع إلا ما اتصل بيه بالتليفون. يوم الأربعاء بعد اجتماع قداسة البابا اتصل بيه، أخبارك إيه، ولازم كل شهر ألتقي بيه، اقعد معاه وقت يكون وقت متاح كده براحتنا. وبعد كده لقيت ان عاوزين نعمل قناة تلفزيونية
فقلت له ايه رايك يا دكتور نروح نقابل فلان وانتوا الاثنين تبقوا تمسكوا في القناه يعني تاخدوا بالكم منها. هو عنده مبدا، الموضوع الذي لا يقتنع به 100% ما يخشش فيه، ولو مقتنع به 100% ممكن يتصدى ليه لوحده بشجاعه كبير. ده اللي حصل بقى. هو بس ايه عشان يدرس موضوع زي كده طبعا قال لا ما اقدرش اروح، لان نمره واحد مش مقتنع لسه، نمره اتنين ما يحبش هو يعني زي ما يكون يقول اتطفل على واحد، لا لو هو حب يجي كان فيه. فبقيت التقي بيه انا وانبا موسى مرات وانا لوحدي مرات، لكن في خلال التقاءاتنا دي احنا عندنا سنتين تقريبا نلتقي بيه في بخصوص القناه وبخصوص حاجات تانية، مواقف بقى كتيره واحنا قاعدين خاصه بالفقراء. قبل المواقف سيدنا عايز اسال نيافتك، يعني منين كان بيجيب وقت انه يبقى رئيس او عضو في مجلس اداره كنايس كتير وشركات كتير ومصانع كتير وقناه ومستشفيات ومراكز رجاء، يعني منين؟ هو كان حكيم في ترتيب وقته، يعني مرات كان يجي عندنا عشان نقعد مجلس الاداره ومرات نروح عنده، لكن الوقت اللي بيحدده بالظبط، يعني مثلا هنقعد ساعة تبقى ساعة 60 دقيقة كلها شغل، هنقعد ساعتين، هو عارف الميعاد، تنظيم الوقت. هو منظم وقته إلى أبعد حد. فابتديت أحس بقى بموضوع الفقراء ده بشكل، الراجل ده بيقولوا إبراهيم الجوهري، لا ده إبراهيم الجوهري ده بالنسبة للعطاء، لا لا أنا عارف طبعا قصة إبراهيم الجوهري كلنا حافظينها. لدرجة إن مرة من المرات كاهن قابلني وقال لي تصور بسلم على الدكتور ثروت وقاعدين، قال لي اسمع يا أبونا أنتوا مش عندكم فقراء في الكنيسة؟ فقالوا طبعا كل كنيسة فيها فقراء، قالوا خلاص كل شهر تعدي أو تبعت حد ياخد المبلغ الفلاني الفقراء، أبونا اللي حكى لي الكلام ده على فكرة بنفسه. فالله إيه الفوكس الكبير أوي في الفقراء دي؟ وايه يعني ليه يقول لابونا خد كذا؟ حتى يعني ابونا على فكره قال لي قال لي المبلغ اللي قاله، قلت له ده كتير قوي علينا احنا ما بنصرفش المبلغ، قال له خلاص ده طلع مني كده وتاخده كده. يعني مش كفايه اللي بيسعوا ان هم يقابلوه او يتصلوا او يروحوا يقدموا طلبات مثلا عشان يعرف انه محتاجين، هو بيسعى لا طبعا لفقراء ما يعرفهمش. انا بعد كده هقول البرنامج اين انت ده جه منين؟ يعني انا عايز اقول فكرته جت ازاي يعني. المهم فده لقيت الفوكس جامد قوي. مرة أنبا موسى واحنا قاعدين قال له يا دكتور عندي واحد من ولادنا تعبان وهيعمل عملية في فرنسا فعايز المبلغ الفلاني. ها بسرعة نادى الأخ طلع الشيك مبلغ الفلاني، ده مبلغ كبير طبعا، ده هيعمل عملية في فرنسا يعني. راح قال له اتفضل يا أنبا موسى تدهوله ويعني بس يذكرني في صلواته فقط. حكاية الفقرة دي يعني احدث بلا حرج، يعني كان سخي سخاء، ما فيش حاجه اسمها عاشور على فكره عنده. عاشور ايه دي؟ قليله خالص بالنسبه لل ده يعني الدنيا بتاعته. احد الساده اقربائه قال في الحلقه انه كان هو بيعيش بالعاشور وكان بيصرف تقريبا 9 اعشار على اخوه الرب وعلى الكنائس وعلى المشاريع انا اعلم في امور كتير اعلمها بالارقام على فكره بس مش عايز اقولها. بالارقام كان بيصرفها على الفقراء ازاي؟ كنا بنحكي في حاجات كتيره، مش بس الفقراء الحقيقه، بنى الكنايس، شراء ارض الكنايس، مجرد يسمع بس ان في الحته الفلانيه هو بنفسه يكلم يا انبا فلان يا ابونا فلان انتوا بتشيروا كذا كذا ابعت حد ياخد حاجه، وعنده الشيكات بتاعته والفلوس بتاعته ارقام ارقام، مش يعني قم مش سهله الواحد لما يفتكرها يقول دي حاجات كبيره. فمره وانا وقتها كمان يعني بالنسبه لوقتها كبيره قوي، كلمه كبيره قليله بس كبيره قوي انا فاهمها، يعني اول مره نحس ان الـ الحاجه بتغلى، دي بركه في النقطه ديت، لانها لما بتغلى بتدي فرصه لبركه اكبر وارقام اكبر بكتير. ده هقول لحضرتك مش بس في مصر، وانا قاعد مع ناس في شيكاغو قالوا هم قاعدين فالكنيسة عايزة تشتري أرض جنبيها
فهو اوتوماتيك راح مطلع شيك، انا عارف المبلغ اللي كتب قالوا لي عليه مبلغ مهول. الله، انت بره مصر وجوه مصر، يعني شيء لا يحد مكان. طبعا بالنسبة للسادة المشاهدين لو مش عارفين قوي، مسألة انك تشتري ارض او تبني حاجة فروم سكراتش زي ما بيقولوا في امريكا من الاول خالص، دي غالية نار، يعني بتكلف فوق المليون مثلا دولار او يورو، ده اقل حاجة. لا لا لا، دي نقلب بيه، دي فكة، دي فكة. فيعني هو عطاؤه، فنمرة واحد الفقراء دول هو بيتمنى ان واحد فقير يقول له عايز. اركني على جنب دي. الادويه، تعمل لي مصنع ادويه يا دكتور تكسب؟ يقول لا لا لا، اكسب ايه؟ انا عارف ان الناس دي بتشتكي من امراض. انا عايز اقدم المسيح كان بيشفي كل مرض، انا هشفي ازاي؟ صحيح. انا اللي اقدر اعمله اعمل ادويه تساعد صحيح في شفاء الناس دول، وباسعار أنا هشفي ازاي؟ متناول ايديهم. فعمل كميات هائله وليس هدفه ابدا زي ما بيقول، يعني ما كانش هدفه ابدا بالربح، لكن هدفه العيان ده يلاقي الدواء بارخص الاسعار. ومعروف كان الدواء بتاع الدكتور ثروت معروف سعره، طبعا طبعا معروف، ومعروف ان هو ما بيطلعش دواء الا لما يتاكد 100% من الماده الفعاله بتاعته زي ما هي في الكتب. لان في حاجات تانية ملهاش دخل، طبعا بتقلل بتقلل وكده. فيبقى نمره واحد الفقير ده ماسك بالسكه دي، نمرة اتنين المرضى ماشي معاهم بخطوات مهولة، والدواء ده متجدد وأنواع متجددة ومستمرة وأبحاث وبعدين مصنع، ده مصنع تاني والمصنع تاني، أنا زرت أوضة أوضة ومكان مكان ومصنع مصنع حتة حتة، يعني شيء مذهل مذهل. وفرحان يقول ده عشان ينتج الأدوية الفلانية، ده عشان ينتج الخلطة الفلانية، ده عشان الله همك الدواء ليه؟ يقول عشان العيان. العيان هو المسيح كان بيشفي، طب انا هشفي ازاي؟ صحيح. يعني حتى امشي في الكاتيجوري، حتى في المجال بتاع الدواء في ناس بتبقى عينيها على المكسب، فتنتج بقى مستحضرات تجميل، مش لا عارف لا لا ايه لا لا. الحاجات اللي هي لا لا بتتباع لنا بعض انواع من الدواء. قلت له ده انت ايه الافكار دي جايبها ازاي؟ قال لي انا بدور على راحه الناس. انا يهمني الناس تستريح وتتبسط. فدي نقطة أخرى. الطلبة بقى، لما يعرف طالب بيذاكر ومحتاج كفر كل حاجة، ولو هو محتاج وهيكمل دراسته بره بيكمل له دراسته بره. الحاجات دي برضو أعرفها بالأرقام، هو مر بيها المرحلة دي شخصيا، يعني مرحلة الطالب. أنا بقول يعني دي أمور أعرفها تمام المعرفة، بقول 30 سنة عرفت حاجات. يبقى الفقراء حتة والمرضى حتة والطلبة حتة. وبعد كده بقى دخلنا في الجد في موضوع القناة. بعد سنتين اقتنع 100% بأن القناة هدفها بناء الإنسان. وكنا حاطين بقى الاستراكشر بتاعها من الألف لليه. هو الرجل المبنى قال المبنى ده مش عايزين تسيبوا له منطقه يقول انا ما بفهمش فيها او ما درسناهاش كويس او كل ديتيل. لان انا الموضوع ده درسه، لان انا عضو في سات 7 من 96. أيوه. نيافتك كنت مسؤول عن لجنه الاعلام في المجمع المقدس بالظبط. تمام. فالموضوع درسه من الفه الى ياء، من اول العنوان لحد يطلع على التلفزيون. بالأرقام بكل تفاصيله. هو خلاص اقتنع 100%. وكان ساعتها باع المصنع، فبقت الحكاية عنده متاحة من الناحية المادية أكتر. خلاص قرر، قال لا أنا لازم أستأذن قداسة البابا. راح له الدير وقعد يشرح له، فالبابا قال له مبروك وربنا يوفقك وده عمل هايل. واحنا قلنا القناة دي قناة كاملة للأسرة، مش بس الأسرة المسيحية، الأسرة عموما. فيها حاجات تخص المسيحي، في كتاب مقدس وطقس وعقيدة وقداس وألحان إلى آخره، في حاجات أسرة، في حاجات شباب، في حاجات أطفال، في حاجات سياسية، في حاجات اقتصادية، سيدات ليهم برامج. يعني هي ده، هي دي الحاجات اللي يحتاجها الإنسان في البيت من ألف للياء.
وابتدى يشتغل وهي زي ما البابا شند الله يرحمه قال دي قامت كبيرة، صحيح، اتولدت كبيرة مش صغيرة. فدي ابتدت بقى الناس يقولوا الله ده الكنيسة دخلت بيتنا، ما هو في قداس وفي ألحان وفي عظة وفي كتاب مقدس. ده احنا ابتدينا نقول للكهنة ما تشغلوش بالكم بالعظات، العظات الناس دلوقتي كل يوم في عظات في القنوات التلفزيونية، صحيح، المشبعة للناس، وتفاسير الكتاب والعقيدة والطقس والألحان وحاجات كتيرة، يعني بقت قناة فعلا مشبعة. وهو كان هدفه مش بس في مصر، طبعا راحت العالم كله والعالم كله بيتفرج عليها، وطبعا ده تكلفة أكبر بكتير إنك تحجز مساحات من البث على كل الأقمار عشان كل العالم يشوف. العالم يشوف، عارف بقى التكلفة دي قد إيه؟ لأن أنت عارف عندنا سي واي سي وكوجي، فعارفين تكلفة البرنامج إيه، والتصوير إيه، والكاميرات إيه، والإخراج إيه، والديكور والصوت والضوء من ألف ليه، هو المعد والمذيع والمخرج. ولما تبص على قمر واحد غير لما تتشاف في العالم كله، تبقى تكلفة أكبر. عندك بقى النايل سات حاجة، وبعد كده فري تو إير حاجة، وفري تو إير في الحتة التانية حاجة، يعني كلها مصاريف. حتى البرامج اللي الناس تظن إنها حوار كده، في إضاءة وصوت وإخراج وحاجات كتيرة. فأول ما رسخت الفكرة عنده وخد الجرين لايت من قداسة البابا شنو الله يحفظه، بدأت عملاقة من الأول. فدي بقيت متخيل بقى إن مش آلاف ولا ملايين، عشرات الملايين يقولوا متشكرين، صحيح، إن أنت دخلت لنا الكتاب المقدس والقداس والكنيسة والأسرة والاقتصاد والسياسة ومصر وترانيم وألحان وأغاني وطنية، كل ده دخلته في بيتنا. احنا بيتنا دلوقتي شبعان لدرجة الناس اللي هي عايزة تتعلم أي نوع من التعليم يقول احنا فاتحين القناة نتفرج عليها. أنا مش يعني بستعجب لما بره مصر الاقي ناس بيشغلوها ليل ونهار، حتى اللي مثلا عنده محل بيسيبها شغالة للبركة. والمحل مقفول. يعني طبعا أنا يعني مش بشجع أو بنفي يعني هذا النوع من السلوك، مش قصدي أحكم، بس أقصد أقول إنه إيمانهم قد إيه إن المكان ده سبب بركة والمنبر ده سبب بركة. يعني التلفزيون أكبر وسيلة للثقافة والتعليم في مصر بالذات وفي العالم عموما. إحنا بناخد ثقافتنا منين؟ من البرامج التلفزيونية، صحيح. فإذا كان هذا البرنامج يبني المجتمع يبقى مجتمع زي الفل، صحيح. في برامج تانية بتيأس الناس، بتهد. لكن ميزة القناة الجميلة إن تدي دايما إيجابيات للناس. الواحد يصحى الصبح إيجابية، طول النهار إيجابية، صحيح في سلبي بس يقول الإيجابي بتاعه إيه، صحيح. مفيش حاجة في الدنيا سلبي فقط، كل سلبي لما الإيجابي. نقلت سيدنا القناة وبدأت تعمل برامج هوا وتناقش الشأن الوطني والشأن العام، كانت دي الأهداف الرئيسية اللي هي الدستور الكتاب المقدس بتاعنا، وازاي بناخد منه الإيجابية وبناخد منه الرجاء وبناخد منه الفرحة، وفي نفس الوقت بنناقش كل ما يخص الوطن. يعني من ساعة ما بدأنا مثلا برنامج في النور، أنا كنت موجود من أول حلقاته ومن التجهيز ليه، مفيش حاجة بتعدي ما بنناقشهاش، لكن بنبص لها منين؟ ما هو في قنوات تروح جايب اتنين بتتعمد، اتنين مختلفين فيعتبر خناقة، وعلشان يقطع ياخد اللقطة بقى ويقطع على اليوتيوب، ده اتخانق مع ده وده ضرب ده وده ساب المذيعة وقام والكلام الفاضي ده، عشان بقى الإعلانات والدوشة والكلام ده. وإحنا بنعمل شيء يقول للناس دي بلدك هتبقى عظيمة، فيها سلبيات كذا وكذا، قوم اشتغل دور. عشان كده الإيجابية تخلي الواحد عنده رجاء، أيوه، السلبيه تحطم. يعني مثلا قناه تيجي تقول المدارس كلها وحشه، يعني في مفيش مدارس حلوه، مستشفيات كلها وحشه، لا في مستشفيات حلوه، طب الشوارع وحشه، لا في شوارع حلوه. الناس عايشه ازاي والمرضى بيتعالجوا ازاي يعني، والناس بتروح شغلها ازاي وبتتعلم ازاي. اتمنى للقنوات دي فوكس صغير على الوحش وفوكس كبير على الايجابي. ليه؟ اللي هنا يبقى عنده رجاء، واللي بره يقول مصر حلوه، صحيح، واللي عاوز يستثمر فلوس يقول لك مصر دي زي الفل، مدارس زي الفل، في مدرستين وحشين لكن في 50 مدرسه حلوه، في مستشفى وحشه لكن في 50 مستشفى حلو، في شارع وحش لكن في 30 شارع حلو، صحيح.
وهكذا يعني. في ناس وحشين لكن في ملايين حلوين. واحد يقعد يركز على الإرهاب، الله كم واحد إرهاب في مصر يعني؟ ما في عندنا دلوقتي 100 مليون واحد، 104 مليون، 104 قول 100 ألف واحد وحش، لكن عندك ملايين حلوين. صحيح. ليه تركز على 100 ألف الوحش وتسيب الملايين الحلوة؟ المخترعين دول نسيبهم ازاي؟ المبتكرين ده، في أولاد بتبتكر ابتكار رائع. صحيح. وعلى فكرة الدكتور سارو كان بيتبنى الحاجات دي، أنا أعلم طبعا، لما كان بيعرف إن في واحد عنده مواهب يتبناه وياخد باله ويصرف عليه. أنا فاكر في مرة كنا مستضيفين شاب صغير في السن الثانوي، والدكتور اتصل وقال أنا مقتنع باختراعك دوت وابتكارك ده، وهنعمل له الدراسات اللازمة، وأنت من النهاردة إحنا مسؤولين عنك. ما أنا بقول لحضرتك أهو، في حاجات أنا متأكد، في حاجات بقول أعرفها عن قرب. يعني مثلا النادي اللي عمله، عمله ليه؟ بس عشان الناس تلعب رياضة؟ إطلاقا. الرياضة حلوة ومهمة، لكن في ملتقى ثقافي. أيه. مهرجان الكرازة كله بيتم عنده طبعا، ده تبارك بقداسة البابا شنو الله نفسه، وبالبابا تودروس بيروح برضه، وأسقفة كتير وكهنة كتير وشعب كتير وبيصلوا. يعني ما هوش بس ناس تلعب، وحتى اللعب هناك هادف على فكرة. أيه. المهرجان لما بيجي يعمل الألعاب كلها ألعاب هادفة لبناء الإنسان. صحيح. مش بس كرة رايحة وجاية، لا لا، كلها حاجات هادفة. فكل عمل بيعمله كان حاطط هدفه الإنسان. أنا عايز أبني الإنسان عشان يبقى يأكل، عايز أبني الإنسان يتعالج، عايز أبني الإنسان عشان يلعب، عايز أبني الإنسان عشان يتثقف، عاوزه عشان يتعلم، عاوزه عشان يعرف ربنا كويس بالمكان الكويس والاسلوب اللي يقبله كويس. ما في ناس بتقدم دين بطريق، احنا بنقدم الدين طريقه ايجابيه. مش واحد يقول له ما انت لما تكذب هتروح النار، لا، احنا بالعكس نقول له دايما لما تتوب ربنا يحبك. صحيح. دايما ربنا هيديك قوه عشان تتوب وربنا. وبعدين هو ده اللي كان بيعمله الدكتور على فكره. كان دايما يعمل فوكس على الايجابيات. وفي كمان سيدنا ساعات الناس تتكلم عن الايمان وتتكلم عن الدين من وجهه نظر انه كويس ان انت مجرب، كويس ان انت محتاج، كويس ان انت عاوز، عشان تصرخ لربنا طول الوقت. لكن زي ما نيافتك بتقول، الدكتور كان دايما عايز الانسان يعيش مرتاح مبسوط. ايوه، يعني مش مريض. يعني يقول له ايه؟ التجربه اهي صغيره قوي، لكن ربنا ادالك الفرج. صحيح. ربنا معاك، ربنا هيسندك، ربنا هيقويك وهينقذك وهيتعدي التجربه على خير. فما اداش فوكس على التجربة، ادى فوكس على ايه؟ على الخير وعلى عمل ربنا، النتائج وعمل ربنا والايجابيات، وهتقوم بسرعة. ده الابن الضال جات القصة بتاعته، ثبت ابوه حتة صغيرة كده. ايوه، وملقاش حاجة، لكن الحتة الكبيرة ايه؟ فرح ابوه واحتضنه. والعبيد والعجل المسمن. أيوه. ولبسه. أيوه. والخاتم والحذاء قد ايه الايجابيات. الحتة السلبية صغيرة قد كده. ده عمل ربنا كده. ازاي سيدنا الواحد يعني ممكن جدا مهما كان ضعيف يحس انه تسبب في ايصال عمل ربنا ومجد ربنا لشخص تاني؟ عمل حاجة، ابتسم في وشه، قدم له خدمة، مش لازم عطاء مادي. يعني انا بتصور، انا هقول لحضرتك كلمة بتتقال في انجيل مرقس على الشاب الغني. نظر اليه واحبه واحبه. في نظرة حب تخلي الواحد يقول ياه ده بيحبني. صحيح. ده مديني رجاء في الدنيا. في كلمة يقول لك شفتاه تقطران شهدا. أيوة. في واحد تاني شفتاه تقطران سم. أيوة. فالشهد مجرد واحد قال كلمة يقول لك ده اداني رجاء، ده التجربة تعدي، ده المرض ده هيمشي بسرعة، ده الخطية دي خلاص عدت وربنا هيفرجها وابقى امشي في طريق البر وطريق القداس. ليه؟ الفوكس الكبير على الإيجابية والحاجة الصغيرة اهو، معلش التجربة هتعدي. يعني لما المسيح علمنا أبانا الذي كلها حلوة وقال إيه؟ لا تدخلنا في تجربة، حتة كده. أيوة. سك. صح. لكن نجينا من الشرير. يعني كلها إيجابيات، بس خد بالك في تجربة، بس احنا تطلب من ربنا ما يدخلكش. دي طبيعة الحياة، بس بنحطها في حجمها الحقيقي بقى، مش نعيش فيها كمان نصغرها نقول عشان الإيجابيات أحسن. دي لما الواحد يقول ده هتعدي. أيوة. امتحان وهيعدي يا اخي. أيوة. وتجيب امتياز. ايوه صحيح. التجربه دي هتعدي، المرض ده ربنا هو الشافي وهيعدي. لما ندي رجاء للناس، الناس تفرح. هو ده الهدف من عيشه الانسان. صحيح. ان ده المسيح لما قال كل بيت دخلته قول له ايه؟ سلام. سلام لهذا البيت. الله. بالمناسبه اخر في كلمه، في البدايه اخر كلمه قالها دكتور ثروت، طريق السماء سلام
سلام. انا هقول لحضرتك، انا قعدت معاه قبل ما يروح على طول شيكاغو. زي ما اقول كنت بقعد معاه كتير جدا جدا، فقعدنا نتكلم في حاجات كتيره، وبعدين في الاخر قال لي انا خلاص عايز اسافر، عايز اروح لربنا، كفايه كده. قلت له ربنا يديك العمر. قال لي كفايه. الحاجه دي قالها لي مرتين في اخر زيارتين لي، واكد عليهم قوي، وحسيت انه هو بيقول لي كده بجد، بيبص كده. انا ما اعرفش كان شايف ايه، لكن حسيت من جواه ان في شيء، ما ايه هو ما اعرفش، لكن من جواه بيقول خلاص انا يعني اكملت السعي وحفظت الايمان خلاص. انا امبارح عرفت انه ان اخر سنه بيقولها كتير كلمه خلاص انا عايز اسافر دي. قالها لي مرتين في اخر زيارتين. وقالها باقتناع طالعه من جواه ان هو خلاص عاوز يمشي. على زي راي بولس الرسول، لي اشتياق ان انطلق. صحيح. واكون مع المسيح. هو ده اللي قاله اخر مره بجد بجد، وحسيت بيها قوي. وبعدين قلت ربنا يديه العمر والصحه يا رب. يعني هل سيدنا ال كثرة الاتجاهات والتراكس اللي نيافتك كنت بتشاور عليها، إخوة الرب والتعليم والمعرفة أو الثقافة والدواء العلاج، هل يعني دي أكتر حاجة في مخيلة سيدنا أنبا مرقس عن دكتور ثروت بسيدي؟ يعني هذا العطاء المتعدد الأوجه، ولا فيه ما يفوق ده؟ زي مثلا نيافتك اتكلمت عن الإدارة، يعني لما يذكر اسم دكتور ثروت أول حاجة تيجي في بال نيافتك إيه؟ علم موسوعة، مفيش موضوع تكلمه فيه لو ما كانش درسه يقعد يفكر ويرجع له ويدرسه كويس قوي، يسأل متخصصين، ولازم لازم يجاوب. لو مش متقن قوي قوي يروح يقول لك طب هدرس الموضوع ده ويدرسه. يعني كنا بنناقش اوقات في ايات في كتاب مقدس. هو كان حلو قوي في الحاجات دي، فنتناقش في تفسير ايه، فيقول لا دي انا هرجع لها. وفعلا يرجع لها، وبعدين لما اكلمه في التليفون يقول لي على فكره رجعت لها، رجعت لها والتفسير كذا كذا كذا. لا هو موسوعة في حاجات كتير زي ما بقول، يعني علمه مش بس في الإدارة، في اتجاهات كده. مرة كان في موضوع عاوز يتكلم فيه في مجلس الشورى، فحضر أربع ورقات، وكنت مع أنبا موسى وهو بيقراهم. قلت له لا يا دكتور، الأربع ورقات دول خطيرين جدا جدا. قال لي هقولهم زي ما يحصل يحصل. قلت له دول صعبين، لأن قريناهم جامد. قال له هو كده. كان عن أحوال البلد ولا أحوال الأقباط ولا أحوال الكنيسة؟ حاجتين أساسا، الأقباط. وبعدين حتة على البلد. وبعدين قلت له بس ده. قال لي شوف، هو ده الشغل. هو كان لاحظت برضه فيه يدافع عن الحق مهما كان الثمن. ويدافع عن المظلوم مهما كان الثمن. دي شفتها في حاجات كتيرة جدا جدا. يعني في موقف حصل، كان باني مبنى كبير قوي في الصحراء وبعدين اتهد. فقعدت مع المستشار ادوار، اتألم جدا على فكره ساعتها، مش هنقول تفاصيل، بس هو اتألم جدا ساعتها لانه كان بيقدم شيء كبير للوطن. ما انا هقول لك بقى، قلنا له خد اجراء كذا. قال لا يمكن، ربنا اللي هيدافع وربنا اللي هيعمل. ده ورتنا نقطة إيمانية خطيرة. قعدنا نكلمه أيام. مرة مع أنبا موسى، مرة مستشار إدوار، مرة لوحدي. هو قال ربنا اللي هيتدخل، ربنا هيشتغل في وقت مناسب، هو اللي هيعمل كل حاجة. ده حاجة ربنا أنا مش دخل بيها، يعني مش عايز أخش في تفاصيل. كان دايما كتيرة. يقول كده هو، دي حاجة في ربنا. مواقف كثيرة. على فكرة من الحاجات اللي أنا أعرفها تماما معرفة، لما بيتظلم ما يدافعش عن نفسه. ده حقيقي فعلا، في حاجات انا واثق منها تماما، واقول له يا دكتور طب قول كذا، لا لا الرب يدافع عنكم وانتم صامتون. ده كان عنده مبدا وعايش بيه ومتقنه تمام الاتقان. يعني هو الواحد هيقول ايه ولا ايه عنه الحقيقه؟ طب قول لي سيدنا، عشان حته الظلم دي انا عاصرت موقف كبير وكنت طرف فيه، يعني كنا اتشتمنا كلنا يعني، ولما الجرح بيجي بقى زي ما بيقول الكتاب كده، هذه هي الجروح التي جرحت بها في بيت احبائي. وما كان من الدكتور، هو قال لي في التليفون، الا انه عمل زي حزقية الملك لما نشر خطابات التعيير قدام ربنا في المسبح. هو خد الكلام وراح لقداسه البابا وقال له، واللي قداستك تقوله انا تحت امرك،
وطبعا ما عملش حاجة، حتى ما رفعش سماعة التليفون عشان يعاتب حتى يعني. انا عارف الموقف تمام معرفة، بس مش عايز اخش. لا مش هنقول تفاصيل، بس بنتكلم على فكرة انه يحتمل لو اهين او ظلم. لا ما حاجات مهولة. وكنت اكلمه ما يقول لي لا الموضوع ربنا هياخد باله، ربنا اللي بيدافع، ربنا يعني ايمانه في الحاجات دي رائع جدا، حتى ايمانه في الشغل. ايوه ده هم وهو بيعمل مصنع جديد ده قعد سنوات يدرس فيه، وكل ما شويه يقول لي انا واثق ان ربنا هيتدخل ويعمل الحاجه الحلوه في الاخر. يا دكتور ده ليك كذا سنه بتدرس فيه؟ يقول لي معلش تاخد وقتها، اولاد اوقات الولاده متعسره، ما صمويل جه بعد وقت طويل، صحيح، وشمشون جه بعد وقت طويل، واسحاق جه بعد وقت طويل، لكن جم ايه؟ حاجه جميله. ويوحنا المعمدان جه ايه؟ نقاوه. اقول له يا دكتور انت طويل بال قوي في الحكايه دي، يقول لي بس انا واثق ان ربنا بيدي الحاجه الحلوه في الوقت المناسب. انا عاوز اقول حاجه. اتفضل يا سيدي. انا حضرت العزاء يوم الجمعه في شيكاغو. اه. وقلت كلمه عايز اقولها الحقيقه لان جوايا يعني متأثر بيها قوي. قلت آه. ايه هو كل الناس بتتكلم عن عطاء وعمازه وحزما اتكلمنا كده، لكن قلت دلوقتي هو وهو داخل الفردوس المسيح بيقول يقبلونكم في المظال الأبدية، فهتلاقي عشرات الآلاف من الفقراء يقولوا له احنا متشكرين أشبعتنا، صحيح، ولا زلت تشبعنا، والمال اللي انت بتديه وتظل وستستمر. وعلى فكرة عايز اقول حاجة بس دي اقولها في الاخر عن اولاده برضه. اه. فاحنا بنستقبلك بالفرح لانك اشبعتنا، وطبعا اللي عايشين دلوقتي بياخدوا هيقولوا احنا فرحانين بيك برضه، وبندعي ان رابطتنا تكون انت منتقل واحنا عديد نرتبط بعض. يجوا بعدها المرضى دول بقى بالملايين. ايوه. يقولوا لي ياه ده احنا فرحانين، انت شافتنا مؤامرات كتيرة جدا جدا، احنا بنستقبلك بكل الفرح لانك فرحتنا واحنا على الارض، واحنا دلوقتي سبقناك وبنستقبلك بنقول لك تعالى معانا واحنا فرحانين كلنا بيك. وبعديها الطلبة، وبعديها بقى الاقي ملايين وعشرات الملايين أشبعتنا معرفة، أشبعتنا دين، أشبعتنا ثقافة، أشبعتنا محبة، أشبعتنا وأشبعتنا. ده بتوع التلفزيون اللي كان ويظل وسيستمر. فيبقى هو قابل مين بقى؟ فقراء والمرضى والطلبة والناس اللي بيتثقفوا ويتعلموا ويعبدوا ربنا ويتوبوا وحاجات زي كده، كلهم يقولوا له احنا فرحانين. ده الملاك خدهم الاول كده يقول له انت عارف دول مين؟ دول كذا، ودول مين؟ زي ما الملاك خد يوحنا الحبيب. ايوه سفر. وبعدين الملاك في الاخر يقول له تعالى بقى قابل رب المجد، تعالى شوفه بقى، اتفضل، ويديك الاكليل زي ما بولس الرسول ايه؟ جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، اخيرا وضع لاكليل البر. اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الدائم العادل. فيقول له خلاص اتمتع. فالمسيح يقول له شوف كل دول استقبلوك قد ايه بالفرح. مش واحد ولا الف ولا مليون، ملايين، عشان اللي انت عملته خير. وبعد كده هو مش بس ساب الحاجات دي، ساب اصول في ولاده في اسرته. طب سيدنا قبل ما نتكلم عن الاسره الفاضله، الله لانه صانع الخيرات بيحسب لنا حتى يعني ما صنعناه كأس مبارد. بما صنعناه حتى يعني زي ما كنا بنقول ابتسامه، طبطبه، مكالمه تليفون، خدمه. واحد مثلا بيعمل برنامج وناس تتوب، ناس تقرب، ناس تتثقف، ناس تفهم، ناس تسلك سلوك ايجابي، تحس بالرجاء، ربنا بيحسبها بركه كان احنا السبب فيها. فما بال بقى اللي كان قاصد ومتعمد ودافع وصارف ومتحمل. فده يعني فعلا زي ما نيافتك بتقول كل واحد خد قرص لدواء من مصانع الدكتور هيقعد له خير وبركه. زي مثلا ليه هو عمل برنامج اين انت؟ انا عارف طبعا. هو مثلا واخد باله من 2000 فقير. لكن عارف جواه ان في واحد من الصعيد وفي واحد في بحري واحد في هنا وما يعرفهمش. وجايز مرضى وجايز طلبة وجايز ما عندهمش بيوت وجايز ما عندهمش أكل وجايز ما عند كده. طب يعرفهم منين؟ البرنامج ده هيجيب لي الناس دول.
وهو مش متكل على اللي على فكره الناس اللي هتتبرع بس، لا واثق وانا اعرف تمام المعرفه ان ما كانش بيعتمد على الايراد بتاع البرنامج ده، لان هو زي ما بقول عاوز يدي. طب ادى لل 2000 دول، طب والباقيين دول ال 3000 اللي هناك كل 2000 اللي هنا وال 1000 اللي هنا ده يعمل ايه؟ لك لا، ما دام وصل لي لازم ادي له اللي ربنا بعته لي. وزي ما بقول ما كانش الحكايه العشور، العشور دي كانت يعني حاجه بسيطه فيه. هو واضح ان العطاء ده سيدنا يعني استعداد قلب انه يدي كل شيء، يعني كتير هو قصص العطاء. في ناس بتتبسط بالعطاء على فكره، دايما اللي بيدي يفرح اكتر من اللي هو اخذ. ايوه مغبوط ان هو العطاء اكثر من الاخذ طبعا. عارف ليه؟ اللي بيدي بيقول انا ما اديتش من عندي، من يدك اعطيناك منك الجميع. ومن ناحيه ثانيه بسط واحد صحيح، وبسط الثاني وبسط الثالث. تخيل لما واحد يبسط 30 واحد، ده لما اب يجيب حاجه لاولاده الاثنين ثلاثه اربعه بيقول انا فرحان ان اولادي اتبسطوا. طب بقى اللي يجيب لي 100، طب اللي يجيب لي 1000، طب اللي يجيب لي 5000 يتبسط قد ايه؟ شوف الفرح قد ايه. لما المسيح اشبع الجموع شوف التلاميذ فرحت قد ايه، اتبسطت قوي ان اشتركوا مع المسيح في توزيع اكل، اشبعوا 15 ولا 20000 واحد. وشافوا مرضاهم برضو كانوا فرحانين بالمرضى اللي راقوا. وطبعا المسيح بيتبسط اكتر. صحيح. ليه؟ ادى الناس احتياجها في التعليم، ادى الناس احتياجها في الاكل، ادى الناس احتياجها في العلاج او في الشفاء. لا هو كان يعني مميز. اقول بقى حاجه في الاسره. ايوه هو زي ما بقول متعدد، فده حاجه فريده فيه. هو اولاده كل واحد ربنا اداهم وزنه. اتعلموا كل واحد ما يستطيع من قدراته من وزنته ان يكتسبها من ابوه الدكتور ثروت. ده لي في الاداره، ده لي في حب الفقراء، ده لي في التنظيم، ده لي في الدواء. كل واحد في الموهبه اللي ربنا مديها له، بس شرب من ابوه ركن كبير. أيوه. الزوجة لها كمان قادته، والأولاد أستاذ إيليا وأستاذ جورج ومدام نبين ومنى، والناس دي كل واحد فيهم شرب من الأب من التربية زائد الإمكانيات اللي ربنا اداها له. فتلاقي إن دول 100% هيكملوا المسيرة كاملة، لأن الوزنات اللي عنده كلها دي اتوزعت على أولاده كل في مجاله وكل في قدرته. يبقى على رأي المثل بيقول اللي خلف ما ماتش. صحيح. وإن مات يتكلم، هيتكلم بإيه؟ بالعمل اللي عملها دي بأولاد. وبالأولاد اللي هم هيكملوا الرسالة، وربنا يديهم وأولادهم برضو يكملوا. وهكذا من جيل لجيل تلاقي الدنيا زي الفل، وجيل يسلم جيل، وتبقى حاجة 10 على 10. سيدنا عايز أسأل سؤال صعب زي ما أنا متعود مع نيافتك دايما، عشان نيافتك دايما جاهز لكل الأسئلة الصعبة. ما فيهوش أسرار، بس في قضية فكرية وإنسانية، أنه أحيانا الأب بيبقى دوره بسيط في حياة أولاده، وبتيجي مرحلة وبينتهي دور الأب، والابن بيكمله بيشق طريقه، وبتظل علاقته بالأب علاقة مجاملة وتنتهي نهاية عادية. لكن لما بيكون الأب مؤسسة وسند وظهر، وعايز أقول كيان يقارب الدولة أو الإمبراطورية، مش فلوس، فكر وإدارة وقرارات وحكمة ومحبة وكتاب مقدس وخدمة، بيبقى الحال صعب قوي في فقدانه طبعا. فيعني في يعني نيافتك شفت معانا اللحظات المؤلمة امبارح واحنا جوه المزار، ويعني انا على فكره زرت المزار النهارده، يعني ده حلو قوي قوي. وقلت له يعني ما تنسانيش يا دكتور زي ما كنا مع بعض هنا، ما تنسانيش انت فوق دلوقتي يعني واخد راحتك. كلمته كلمتين. صلاحياته اوسع طبعا في الصلاه، لكن التعزيه بقى سيدنا، لانه بالفعل الواحد اللي بيحط نفسه مكانهم بيصعبوا عليه. شوف هقول لحضرتك حاجه، دول عاشوا معاه سنين طويله، شربوا من طباعه ومن تعليمه الكثير. هيبان امتى؟ دلوقتي. واحد الاول كان ماسك في ايدين بابا، وبابا بيادعي الشارع، وبعدين بابا راح مشوار، هعدي الشارع ازاي؟ بابا علمني ان امشي الخطوه دي وابص شمال، وامشي الخطوه دي وابص يمين. اللي علمه له ابوه هيبتدي يستثمره دلوقتي. صحيح. امال هيستثمره امتى؟ وبرضه ربنا يديهم العمر كلهم الطويل قوي 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 ويستثمروه في اولادهم. نفس الحكايه، بس كل حسب قدرته موهبته. اه
ما هو يعني هو كان متعدد كل الناس متعددة كده. فمثلا واحد انه مثلا عنده الإدارة والحزم وياخد باله من المرضى، واحد تاني ياخد باله من الفقراء والطلبة، واحد ياخد باله من التعليم والتلفزيون، كل في واحد مركز في التخصص بتاع الدواء وبيكمل بالظبط، فتلاقي المجموعة دي هتكمل مسيرته زي الفل. فهيقولوا لا يزال الدكتور ثروت عايش. صحيح صحيح. وإن مات يتكلم بعد، يتكلم إزاي؟ في الحاجات اللي سابها رصيد لأولاده ورصيد للناس. يعني إحنا على فكرة في لقاءاتي معاه تعلمت حاجات كتيرة جدا في الإدارة بصراحة، مش بس الإدارة زي ما بقول، درس الكتاب والعقيدة وطقس وحاجات كنا نتناقش فيها كتير جدا جدا. سيدنا يعني أنا تعودت من سيدنا حبيب أنبا مرقص إنه بيبقى مرتب الأفكار جدا، فالواحد صعب يعني يدخل في النص ولا يزود أو كده، لكن أنا اللي بقدر أعمله إن أنا بسأل إزاي سيدنا الواحد برضو ناس كتير كانت تتعامل مع القديس على إنه أب راهب، أب أسقف، أب بطرك، أب كاهن، ولو علماني لازم أبقى فقير يعني ده اللي هو بقى آخر حاجة يعني. لكن إحنا بنشوف قديسين زي دكتور ثروت، ناس أبرار وناس عاشت حياتها كلها لربنا. طب إبراهيم الجوهري ما هو كان راجل غني، والأنبا أنبا رويس كان ولا أسقف ولا بطرك ولا راهب، فقير وغلبان. الفقر كله عنده. إحنا عايشين كل البطريركية في حمى الأنبا رويس. داود النبي كان ملك وغني جدا. صحيح. وأيوب الصديق كان من أغنى أغنياء بني المشرق. صحيح. قبل التجربة وبعد التجربة. أبونا إبراهيم كان عنده عبيد وحاجات، دخل حرب مع 5 ملوك إبراهيم وكسب. لا، وكان عنده 318 حامل سلاح. غير الأطفال والكبار والستات والكل. لا لا لا، كان غني جدا جدا، والغنى ما منعوش عن ربنا. لا بالعكس، في فرق بين واحد المال يقوده أو هو يقود المال. إذا هو يقود المال يبقى هيتصرف صح 100%، لكن في واحد تاني المال يقوده وتصرف غلط ويبحتر المال بطريقة غلط. المال ده وزنة ربنا بيديها الإنسان، تاجر بها كنت أمين في القليل اديله تاني. تاجر بها تجارة غلط الذي عنده يؤخذ منه. فهو كان بيتاجر صح. يعني احنا حتى لما كنا بنشوف بيت الدكتور ثروت، يعني أنا المرة اللي زرته فيها في البيت بعد ما كان رجع مرة كان تعبان وقعد فترة طويلة ورجع، وطلبت منه أن أنا أقابله في البيت، برضو فاجئني لدرجة الصدمة انه مش عامل الحاجات اللي كل الناس مش لكشري قوي يعني. لا يعني الوسائل الرفاهية الفظيعة اللي بنشوفها عند ناس عندهم ربع اللي عند الدكتور سر. ايوه مظبوط. انما بيت حلو وكل ركن فيه في ربنا. ايوه صح، ده اجمل ما فيه. وماري جرجس عنده صور كتير، بابا كرولوس مالي العدرة في مدخل البيت، الاسرة كلها يعني. لا طبعا زي ما بقول هو متضع جدا بصراحة. يعني لما واحد يتكلم معاه يتكلم معاه أيا كان مركزه، يكلمه برقة وبحنية، وما هواش ثروة الغني. أيوة. وده البسيط، ثروة المثقف اللي فيه علم غزير جدا، واحد علمه بسيط إطلاقا، عمرنا ما حسينا فيه بكده أبدا أبدا. هل نيافتك سيدنا كنت بتحس الإحساس اللي أنا شخصيا كنت بحسه لما يكلمني في التليفون مثلا أو أشوفه، يعني أنا عيل صغير، يعني أحس بالأبوة والحنية دي وأحس بمهابة فظيعة مقترنة بالأبوة دي. صح. والواحد يفكر هيقول ايه وهيسكت امتى عشان ما يبوظش الحكاية يعني. ده كلام صح، وقعدته على فكرة مشبعة. يعني لو ليه الواحد ساكت يفتح مواضيع مشبعة زي ما بقول. أيوة. يعني أحيانا يقول الآية الفلانية دي تفسيرها إيه، هو عارف تفسير بس عاوز إيه يسمع ويتناقش، يشغل الناس. اللاهوت في الحاجة الفلانية، التجسد والتناول والحاجات دي ماشية إزاي، الشفاعة والصوم، يعني كان له باع طويل في الحوارات الدينية، وحافظ كان الآيات بالعدد كذا وصح كذا والسفر الفلاني بأرقامها بنصها. هل نيافتك سيدنا بتشجع رجال الأعمال وأصحاب الأعمال والمنشآت إن هم يقتدوا بدكتور ثروت، إن يبقى فيه إدارات خاصة
ببنى الكنائس، بالرعاية الاجتماعية للعاملين وهم بالألاف، بالفقراء، بالطلبة والإدارات دي، زي ما سمعنا من مديريها إن دي كان هو دايما يقول دي الحنفية اللي بنشرب منها. اوعى حد يجي يقول لي البند لا يسمح أو اللي احنا عاملين حسابنا عليه خلص. كنت قاعد في مرة فعلا ودخل عليه واحد بيقول البند، قال له نعم أنا بند، قال له فلان، لا 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 افتح البند الفلاني ده يصب عليه، لا ديش حاجة اسمها مفيش إلا الفقراء، قال له كده إلا الفقراء، خد من جميع البنود حطها للفقراء. اوعى واحد يطلب وما تديلوش، اوعى، دي مش بتاعتي، دي فلوس ربنا كلها، وانا المفروض باخد الفتات اللي عايش بيه، والباقي ده بتاع ربنا مش بتاعي. منك الجميع ويدك اعطيناك. لا هو يعني كان مثالي الحقيقه في امور كثيره جدا جدا. طب ازاي سيد؟ اتفضل، كنت هتقول حاجه. نيفة كان يتأنى جدا في اتخاذ اي قرار. ولو خد قرار برضه سريع لازم ما ينفذوش الا لما يتاكد من القرار ده 100% لن يضر باحد. وكان بيستشير كتير وبيطلب جداً اهل التخصص كتير جدا. وحتى اللي كان في الكام سنة اللي أنا شفتهم، حتى اللي كان بيقرر أنه يمشي مثلا أو كده، كنا نلاقي مكافأة كبيرة، وكنا نلاقي العقد بتاعه لغاية السنة الجاية، يعني كأنه إيه يعني عايز يمشي من زمان مثلا، كانوا بيكافئوا عشان ماشي يعني. بالظبط، كان بيدي بسخاء للعاملين معاه بسخاء غير موصوف. لما كان الأسهم بتاعت الشركة بكذا ويباعها بكذا، يدي للناس المساهمين كامل حقوقهم وزيادة. لما يجي يشتري منهم الاسهم عشان هيبيعها، طبعا حكى لي حاجات كده بالارقام. فكان قلت له ازاي يا دكتور تعمل كده؟ قال لي ما ربنا مدينا، ودول موظفين غلابه، يعني اعمل ايه؟ لازم اديهم. لازم يتبسطوا. صحيح. وكنت استغرب عطائه يعني بشكل غزير. طب سيدنا عايزين نتكلم عن فايل كده ما فتحناهوش، وهو دفاعه عن القضايا الكنسيه والقضايا القبطيه. شفت ايه نيافتك؟ لانه كان رجل بيتماس في وجوده مع الكنيسة ومع الدولة، لانه وصل لاعلى المناصب واختير كاحد اعضاء مجلس الشورى، وكان وكيل المجلس الملي لما يقرب الربع قرن. فيعني ده رجل في يده صناعة قرار، مش مجرد ان هو زينا كده بيخدم وخلاص. ما انا قلت لحضرتك موضوع في مجلس الشورى كان مجهز كلام قنابل، حاجة خطيرة. في المجلس الملي هو كان فاهم اختصاصات المجلس الملي كويس قوي قوي، وكان البابا شنودة يحبه ويحب آراءه جدا جدا في المجلس، وكان دايما يديله الفرصة ان هو يتكلم براحته قوي قوي في المجلس. كان البابا يحب تفكيره المنظم في المجلس، مش بس في المجلس على فكرة، انا حضرت لقاءاته كتير مع البابا شنودة. يعني لقاء ثري اسمها لقاء مع علماء. فتخيل بقى البابا في علمه وثروت في علمه ما يخصه، الاثنين يتكلموا. فلما البابا كان يتكلم في الدواء، وثروت طبعا خبير في الدولة في الدواء، هتبص تلاقي البابا يسمع، لأن البابا يحب يستفيد من كل معلومة. أيوة. عشان يبقى عنده برضه أيوة. واسع المعرفة. كان موسوعة كبيرة، زي برضه الدكتور ثروت موسوعة في أمور كثيرة، كان البابا شنودة الله يريح نفسه موسوعه في مركز. على فكره بابا تدرس نفس الحكايه. أيوة. تلاقي عنده موسوعه في امور هائله في الجغرافيا وفي التاريخ وفي العلوم وفي الكيمياء وفي حاجات كثيره. كان عنده كمان سيدنا ما هو فوق العلم الموسوعي ده، ان هو كان يعني هو قال لي اكتر من مره انه اللي يقولوا قداسه البابا ده سيف، لا يمكن يخالفه ولا يناقش، لا بيناقش ولا بيشوف ولا البابا ولا بس خلص خلصت. وبرضه محبته لبابا كيرلس محبه، بابا كيرلس السادس، يعني حتى اشترى عربيته وخلاها عنده محطوطه كده محدش ينساها. لكن انا كنت بسال سيدنا عن السبع سنين الاخاره اللي حصل فيها هزات عنيفه في مصر، والهزات عاده تصيب الحلقات اللي بيقال انها اضعف في الوجود المادي يعني، لكن مش اضعف ابدا في الوجود الروحي يعني. الاقباط اتضروا كتير، كنايس ومباني خدمات واعتداءات وتحرشات وبهدله.
ايه اللي كان بينك وبينه سرا كده في التليفون انه لا وقفته قويه، مع انه هو ما كانش يحب يظهر ابدا ولا يطلع ولا نستضيفه ولا حاجه من حاجه. ادى فرصه للتلفزيون يعبر عن راي الناس. دي ابسط حاجه، جرين لايت للتلفزيون يا جماعه، شوفوا الناس بتوع الكنائس متعلمين ازاي، اسمعوهم طلعوهم اهو كده. ده اكبر عمل بيعمله، لان هو المسؤول الاول عن القناه طبعا، وكل حرف بيتقال هو يتحاسب عليه. فده شوف الشجاعه بتاعته، يا ناس اتفضلوا روحوا. الله، طب ما انت اللي هتتحاسب. اتحاسب، مهم سرقه الناس دي توصل. يعني سيدنا لما يكون واحد رجل اعمال بدا يبقى له علاقه بوزير، تبص تلاقيه تراجع ان القناه ما تجيبش سيره الوزاره مثلا. لا لا لا. لكن هو يبقى له علاقه برئيس الدوله، وكنا بنشوف في الليالي العيد لما بيجي اولاد رئيس الدوله، مش بس المندوب الرسمي يعني كبير اليوران او كده، هو الدكتور ساروت القريب الصديق الاب. طب العلاقه دي يعني اسهل حاجه اي حد مكانك يقول انتوا بتحرجوني مع الكبار. اطلاقا هو ما كانش يعمل كده ابدا. لا 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 لا، انا مره في الحقيقه في موضوع حصل يعني، فقلت له يا دكتور انت بتوعك موضوعاتك بقى كتير برضو يعني، نابك حب كبير يعني مش جانب يعني. ما هو عشره طويله. فقلت له يا دكتور ما تقول الموضوع لفلان لفلان اللي انت قريب منه. قال لي لا لا لا، انا مش هقول للمستوى ده، انا هوصلها لفوق كلها خالص. هقول لك قصه حصلت. هدولي مره كنيسه سنه 2000، مبنى كنت بعمله كنيسه، قداسه كنت ساعتها في القدس، بمثل كل الدول العربية في مؤتمر خاص في المناهضة عشان القضية الفلسطينية. فحصل ابتدوا يهدوا المبنى، فاتصلوا بيه قالوا لحق بيهد. أنبا يؤنس اتصل بيه قال لي البابا يقول لك قول لنا المبنى ده ايه. دكتور ثروت اتصل بيه برضه قال لي ايه المبنى، قلت له كذا كذا، قال لي لا يمكن افوتها. راح متصل بالمحافظ، قال لي اللي قاله للمحافظ ما لا يمكن يحتمله انسان. قال لي كلمته كلام منتهى الشده، وقال لي نص الكلام طبعا. وانا قابلت ساعتها المحافظ والامور يعني عدت. لكن قلت له طب نقابل المحافظ؟ لا يمكن، لما يعمل كذا كذا، لما يتصرف التصرف الفلاني كذا كذا. فبعد ما المحافظ قال لي كده اقابله مظبوط، فقابله وبعدين فهموا سوا والدنيا مشيت. بس بصراحه كان موقفه، وبابا برضه موقف البابا، البابا خد الورق بعته لحسني مبارك، حسني مبارك في يوميها اصدر قرار باعاده بناء المبنى على نفقه المحافظه. فالدكتور ثروت بقول له ايه رايك؟ قال لي المحافظ الرئيس قال يتبني على نفقه المحافظه، مش انت اللي تبنيه، المحافظ يبنيه. البابا قال لي نفس الكلام لما رجع من امريكا، قال لي انت ما تبنيش، الرئيس قال ايه؟ محافظ الدولة اللي تبني. قلت له ايه الحكمة؟ فالدكتور ثروت قال لي حكمة عشان انت لما تيجي تبني جايز مجلس المدينة يتكلم معارض يعني يقف لك، لكن هو اولا تنفيذ قرار الرئيس، ثانيا يتحمس ولا يكمل. صحيح، شو اللي هد؟ قلت له وقال لي تحت اشرافكم، خلي مهندس من عندكم يشرف على الشغل عشان يطلع كنسي، يطلع مظبوط. تمام التمام. نفس الكلام قعدت مع قداسة البابا رشنا الله نفسه، قال لي نفس الكلام ده بالظبط. فلقيت ان في يعني انسجام بين الرأيين. وبصراحه نفس البابا موقف كان موقف هائل لما بعت للرئيس المستندات، وصلته من 4 ساعة 7 بالليل، الساعه 9 بالليل بعت قرار باعاده بناء المبنى على نفقه المحافظه. اسرع قرار يصدره الرئيس، رئيس جمهورية، عشان البابا شو تدخل. وطبعا الدكتور ثروت ساعتها عمل ما لا يخطر على البال مع المحافظ، ما لا يخطر، حكى لي التفاصيل. ونفس المحافظ قال لي الدكتور ثروت عمل معايا كذا كذا كذا. قلت له طبعا الدكتور ثروت بيدافع عن الحق، شغلته مهما كلفه الدفاع عن الحق. صحيح. سيدنا احنا بقى لنا ساعة وربع نيافت. شفت بقى سيدنا، ما اعرفش الكلام ده. نيافتك عندك ذكريات جميله يعني تاخد وقت طويل. عايزين كلمه في الاخر سيدنا كده لكل محبي دكتور ثروت وكل من يحتاجون لعزاء.
أنا زي ما قلت إن استقبلوه الجميع دلوقتي في فردوس، هو في أحضان القديسين وأحضان ربنا يسوع المسيح، وخد المكافأة بتاعته، كان أمين في القليل أقام على الكثير، وخد إكليل البر. ده موضوع منتهي، لكن إحنا ناخد دروس بقى. ربنا ادانا مال، نوظف المال، لأن ده مال ربنا هو ادهولنا، نكون أمناء عليه، نصرفه صح. ادانا صحة نتصرف فيها صح، ادانا عقل نتصرف فيه صح، ادانا روح نتصرف فيها صح، ادانا مواهب كثيرة. في اللي عنده موهبة التأليف، موهبة الكتابة، موهبة التمثيل، موهبة الترانيم، موهبة الألحان، كل ينمي الموهبة. الذي عنده يعطى ويزاد. الأمين في الفلوس ربنا يكترها له، الأمين في صحته ربنا يزودها له، الأمين في وقته ربنا يبارك له فيه، الأمين في كلامه مع الناس ربنا يحسن كلامه أكتر، الأمين في كسب الناس يخليه يكسب الناس أكتر، الأمين في حب الناس ينمي حبه أكتر مع الناس. فكل واحد يشوف هو ربنا مديله إيه. مفيش واحد ربنا ما ادالوش وزنات كثيرة. ده نفس السيد المسيح، الواحد خد خزنة 5 و2 و1، الخمسة تاجر والاتنين تاجر والواحد هو اللي ما تاجرش. فكل واحد شايف، يقول الدكتور ثروت كان عنده مال، عمل بالمال ايه؟ فقراء وأدوية وطلبة وعلم وثقافة ودين وبنى كنائس وحاجات كتير. كان عنده عقلية إدارية هائلة، ده كان عامل مبنى لتعليم الإدارة في العبور، وأنا زرت المبنى ده وكنا هنعمل فيه دورات كبيرة جدا جدا، بس يعني ما سيدنا ونيافتك سعيد بالاتساع الكبير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العالم وفي أماكن لم تكن لتخطر على بال. ده الصين دلوقتي لينا فيها وحتت كتيرة فيها، مش عايزين جنبنا بلاش نتكلم. عايزين نقول كلام بقى. لا لا، ما الكتاب بيقول من أقصى أقصى المسكونة إلى أقصاه، ونثق ان تسجد للرب والمسيح كل ركبة ما في السماوات وما على الارض سيأتي هذا اليوم. أمين. ولكن متى؟ ده ربنا بقى هو اللي محدد هذا اليوم. يبقى كل واحد لازم يتعلم هو عايش ليه، لهدف ويستفيد، واللي احنا باستمرار بنلجأ ليها في وقت الضيق. وفي أفكارك ليس من يشبهك، وليقل في كل حين الذين يحبون خلاصك فليعظم الرب. مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في هذه الحلقه الخاصه والتي تسبق بدقائق قليله
بدء تلقي العزاء في انتقال الدكتور ثروت باسيلي بالقاعة المرقسية الكبرى بالكاتدرائية بمنطقة العباسية. بشرفني جدا يكون معايا في هذه الفقرة أبونا الحبيب القس موسى موريس كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا شنودة بمدينة السلام. أهلا بك يا أبونا. أهلا وسهلا بحضرتك أبونا. يعني أنا سعيد جدا أني بقابل قدسك، لأن قدسك شاهد عيان على كل تفصيلة في المراحل الأخرانية منذ انتقال دكتور ثروت، إعداد المزار، وصول الجثمان، وأنه يظل ليلة ويوم كامل بالكنيسة، القداس اللي صليناه مع بعض وخدنا بركة نيافة أنبا يوستس وقدسك والأباء الكتير الحلوين، الجنازة، كمان المراسم الوداع الأخير في إرساء الجسد في مقره الأخير في المزار. الحكاية دي على بعضها كده بتمثل ايه لقدسك؟ يعني لما قعدت بالليل كده امبارح وهديت من كل الارتباطات الصعبة والوقت المشغول. الحقيقة في البداية واجب ان احنا نقدم كلمة تعزية وكلمة محبة مش بس لأسرة الدكتور ثروت ولكن لأحبائه في كل مكان. مش ببالغ في الكلام لو قلت في الدنيا كلها. هو كان رجل الحب ورجل العطاء، وكتير من الآباء يتكلم كتير، لكن أحب أن أنا أضيف حاجة بسيطة بس صغيرة كده استلفتها من قداسة البابا تودروس امبارح في الكلمة بتاعته. كلمة جميلة. قال أن الدكتور ثروت رجل صاحب أيادي بيضاء. فإذا كنا بنطلق على المعلم إبراهيم الجوهري زعيم الأقباط بسبب ان هو كان يعني قائد للاقباط بمحبته وعطائه الكبير، وبرضه اذا كنا بنقول على نيافه الانبا ابرام المتنيح حبيب الفقراء، فاسمحوا لي يعني ان انا اعبر عن رايي واستاذنكم نستلف الكلمه بتاعه قداسه البابا ونطلق على الدكتور ثروت صاحب الايادي البيضاء. الحقيقه بالنسبه لسؤال حضرتك انا عايز أتكلم عن مشاعري برضو. من حقي كابن وخادم لربنا يسوع المسيح، وبرضو من ناحية السنية كابن للدكتور ثروت، أقول إن أنا بأمانة عشت ولو للحظات بسيطة مجد السماء. للدرجات يا رب ممكن يكون في أنت تكرم عبيدك حسب قول الكتاب، أكرم الذين يكرمونني. صحيح يا رب التكريم ده فائق. لما أشوف محبة الدكتور ثروت أنه يهتم حتى بالفقراء أن يبني لهم كنيسة جميلة، ومن أول يوم في رسامتي أبويا قمص الكنيسة يقول لي أنت جاي مكان بركة خالص، صحيح الناس اللي فيه بسطة لكن أنا عايزك تصلي. أبويا القمص حبيب جرجس، عايزك تصلي لأجل كل طوبة اتبنت في السور. طبعا الرد كان مفاجئ بالنسبة لي، في السور يا ابونا بس طب ولا في الكنيسة؟ قال لي ما انت لما تشوف السور مساحته قد ايه وتشوف الكنيسة مساحتها قد ايه تعرف قد ايه الراجل ده كان بيحب ربنا. اتمنيت اللحظات ان انا يعني احب ربنا واقدم ولو فتفوتة من الفتافيت دي. عشان كده مش ببالغ اقول ان انا فعلا حسيت باللحظات ان انا في السماء، عشت الآية بتاعت أكرم الذين يكرمونني في شخصه، إن أنا شفت الإكرام الجميل، حضرت القداس، التسبيحة طول الليل كانت موجودة، تسبيحة شهر كياك. بعد القداس لما كلنا اتحركنا وصلنا لصلاة الجناز، أباء الكنيسة الموجودين، سحب البخور الكتير اللي موجودة عايشتني جو السماء. القداس ليه قدسيته، فأنا عايش في السماء بقدسية القداس، وكمان أثناء الصلاة وبأمانة البخور اللي موجود وتكريم قداسة البابا وأباء الكنيسة الموجودين، حسيت إن إحنا كده حتى بالتنظيم ده تنظيم مشابه شوية للنظام الجميل اللي موجود في السماء. صحيح صحيح. أبونا الحبيب امبارح لفت نظري
ان القرايات بتاعه القداس كانها بتتكلم عن الدكتور صلوات، يعني من اول مزمور العشيه لغايه انجيل القداس كل القرايات ذكر الصديق تدوم الى الابد، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمه الرب، انظروا الى نهايه سيرتهم فتمثلوا بايمانهم، ذكر الصديق تدوم الى الابد. يعني انا ما حضرتش بس يعني دي حاجات سريعه فاكرها من القرايات، كنت حاسس ان هي دي القرايات اللي ربنا مرتبها من زمان عشان تشاور على صلاة الجناز على هذا البار. قدسك فعلا يعني معايا في النقطة دي ولا تصلح لي؟ لا مع حضرتك جدا. ولو اخترنا بعض الآيات عايز برضه أركز على معاني حلوة خالص لبعض الآيات زي ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك. أنا بحب جدا كلمة الآية دي عشان الرجوع، في رجوع للأصل. يعني أنا مثلا لو بروح مكان معين كزيارة أو لقضاء مصلحة معينة وبعدين برجع للمكان بتاعي تاني، دي الراحة. تمام. فإحنا برضو وجودنا على الأرض كضيوف لفترة مؤقتة وشيء طبيعي أن إحنا نرجع. هستأذن قدسك معيش عشان في تليفون، بس أخد تليفون نكمل كلام ده بعد إذن قدسك. ألو ألو سلام سيدنا. معلش احنا كان معانا على الهاتف نيافه الحبر الجليل انبا كيرولوس اسقف نجا حمادي، ان شاء الله نحاول نتصل مره تانية ونسمع كلمات التعزيه من فمه الطاهر. اتفضل يا ابي. يعني مره واحد تكمله الكلام قدسك، مره حد قال عمركم شفتوا حد رايح مكان ثلاث ايام وراجع يشتري تلاجه ويشتري اوضه نوم ويكلف كل ده؟ ما هو راجع تاني يعني في بيته، بقى بيته الراحه بقى الاساسيه. تمام. ورجوع دكتور ثروت لموضع الراحة كان رجوع حلو، لأن في رجوع مطلوب زي رجوع مثلا إلى الله، ارجعوا إلي أرجع إليكم. أيوة. في رجوع حلو خالص، الرجوع لبراءة الطفولة. الإنسان الرجل الحقيقي زي ما بنسمع كده في أقوال الأدباء هو الذي لم يفقد براءة الطفولة. صحيح. وطبعا الكلام ده ربنا يسوع المسيح قال دعوا لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، وإن دعوا الأولاد يأتون إلي وإن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال. يقصد في البراءة، البراءة دي كانت موجودة في قلب دكتور ثروت وكلنا لمسناها وحسنها. فده كان رجوع حلو قوي. لكن الرجوع غير المطلوب، الواحد يرجع مثلا لخطية، يرجع لحاجة وحشة. فالإنسان أو يرجع لعدم حكمة الطفولة، ما هي الطفولة في عدم حكمة. بولس الرسول اتكلم على ده كتير، شكل بابا شنودة في مرة قال انه الإنسان المسيحي بيمتاز بقى عن الطفل بانه موهبته نمت وروحه نمى وحكمته نمت. فهو كان بيتكلم بس زي ما قلت على براءة الطفولة. تمام. وهو دكتور ثروت كان عايش آيات الكتاب المقدس لأنه كان قريب من الكتاب المقدس، قريب من الهيكل، قريب من المذبح. حقيقي يستاهل نعما أيها العبد الصالح. كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. طب قول لي يا ابونا، مزمور 65 بيقول طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب ليسكن في ديارك إلى الأبد. يعني الآية دي جميلة قوي وكأنها تحول الموت إلى اختيار إلهي. لابد إن احنا كبشر نفرح يعني لما بنقول ده ربنا مختاره عشان كذا، دي بتبقى فرحة كبيرة. ما نقولش بقى إيه كاس وداير ومكتوب على الجبين، لا ده اختيار إلهي، قبلته واخترته ليسكن في ديارك إلى الأبد. حضرتك تسمح لي إن أنا أسبق الاختيار، إن ربنا اختاره في يوم مناسب عشان ينتقل للمجد السماوي. كان في اختيار مسبق، اختياره من الطفولة. صحيح. اختيار هذا الإنسان اللي ربنا عارف مواصفاته كويس قوي. أيوة. أيوة. وعارف قد ايه هو بيحب ربنا. اختيار لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها زي ما الكتاب بيقول، وعارف محبته شكلها ايه. عارف ان محبته هو في ثلاث أنواع من المحبة. في محبة ان انا اخد فقط، وفي محبة أنا أحبك وأنت تحبني على قد ما تدي أخد. وفي محبة عطاء دون أن تطلب مقابل. صحيح. ربنا بسابق علمه يعني عارف هذا الإنسان منذ صغره أنه يحب يعطي دون انتظار مقابل. عشان كده طوبى لمن اخترته، يا رب ده أنت اخترت ابنك وعبدك وخادمك من الطفولة.
يبقى الاختيار هنا له معنى جميل خالص. هو لما انا اخترته وقبلته ربنا قبل التقدمه اللي قدمها دكتور ثروت ان هو يقدم حياته كلها للمسيح، سواء عطاء ظاهر قدام الناس او عطاء غير ظاهر. عطاء غير ظاهر نتيجه الاعمال الكثيره الحلوه اللي كان عامل زي الفلاح الشاطر اللي بيرمي بذور في كل مكان. في توقيت معين ربنا اظهر البذور دي كلها، وكلنا شفنا التكريم الجميل خالص من محبين كتير جم عشان مش بيقضوا واجب مجاملة. رغم انا قلت في الاول برضو قدسك تصلح لي انه ما كانش مسموح لاي حد في الشارع انه يجي، يعني كان ده برضو مقتصر على اللي معروف للكنيسة ومعروف للأسرة. وفعلا من احباء الدكتور تفاجئنا بجناز الكنيسة، حتى ما عملوش زفة، الدنيا زحمة زحام فظيع. اللحظات الاخيرة هنا في المزار ما كنتش متوقع ان هيبقى فيه حد غير الأسرة فقط وبعض العاملين مثلا في القناة وفاء منهم. شوف قدسك قد ايه العدد اللي كان موجود، يعني رغم الاجراءات الامنيه. انا برضو فرصه ان انا اشكر الداخليه الحقيقه، لان هم يعني امنوا وصول الجثمان من اول لحظه، من الخروج من المطار من قريه البضائع لغايه الكنيسه، ومن هنا لمدينه نصر امبارح، والرجوع تاني لهنا. الحقيقه يعني بشكرهم جدا جدا، وكانوا بقلب وكانوا بمحبه الحقيقه لما اتكلمت معاهم وشكرتهم. يعني حضرتك لما ذكرت الايه دي كمان، طوبى لمن اخترته، تكملتها ايه؟ وقبل. قبلته. يبقى مع الاختيار قبول. يعمل ايه بقى؟ يسكن يا رب في ديارك الى الابد. برضه لما نقعد نتامل كده عن السكنه، ربنا صادق في كلامه. حيث اكون انا هناك يكون خادمي. معلش انا اسف، معانا تليفون. الو، سلام يا سيدنا. الو، سلام يا سيدنا. اهلا بيكم. ازيك يا سيدنا؟ اهلا بنيافتك، ربنا يعزيك. ربنا يعزينا ويعزيكم كلكم يا رب. اتفضل يا سيدنا، احنا نحب نتعزى من فمك الطاهر سيدنا انبا كيرولوس اسقف نجا حمادي وتوابعها. اولا اقدم التعزيات لكنيستنا القبطيه الارثوذكسيه كلها في انتقال الشماس الكريم والقدوة الحسنة وذو الفضائل الواضحة لدى حياته التي عاشها بيننا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أيام ما عرفناه وهو مع قداسة البابا شنودة الثالث إلى قدم حسب فترات قبلية. أيوه. الدكتور ثروت باسيلي ينطبق عليه الآية انظروا إلى نهاية صراطهم وتمثلوا بإيمانهم. دي كانت في قرايات امبارح سيدنا، كانت في البولس امبارح بتاع صلاة الجناز كمان، يعني في اليوم بتاع صلاة الجناز. انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. ايوه. عاش انسان قدوة للجميع. صحيح. اخلاقيات عالية، كلمات هادية، كلمات تمتاز بالحكمة والوعي، غيرة غير محدودة لأجل مصلحة الكنيسة وكل المسيحيين في مصر. صحيح. والخارج. لما نتكلم معاه عنه كان شماسا وديعا هادئا يعمل في الخفاء. صحيح. عندما كان يحضر معنا القداسات اللي في قداسة بابا شنودة واحنا كأعضاء مجمع كان لا يظهر إلا لما تطلب منه قراءة رسالة أو المؤرخ تطلب منه مراجعة. فكان قدوة في الالتزام. ايضا في العمل الخدمي كان محبا لاخوة الرب والفقراء بكل مستوياتهم. ايوه. وايضا في الخفاء. في العطاء اعطى الكنيسة كثير في امور كثيرة، ان كان في علاج المرضى، كان في مساعدات المرضى، ان كان في مساعدات مشروعات الكنيسة، ومن ضمن الاعمال اللي هو عملها يكفي ان هو بنى كنيسة واضحة معلمها وظهر ارثوذكسيتها وبها ايضا يمتلئ المصلين. صحيح. وظل امينا خادما للكنيسه الى اخر ايام حياته. صحيح. بل انه ايضا ربى اولاد الكنئيليه واخوه وبناته كلهم في حياه مسيحيه واضحه. لذلك انا بقول يا ريت الناس الاغنياء اللي اعطاهم ربنا يقتدوا بالدكتور ثروت فيما عمله. صحيح.
لم يعمل شيء لأجل نفسه ولا شروطه، ولكن عمل لأجل مجد الكنيسة. قدم في كثير من البروشيات في العطاء، قدم كثير في البروشيات في العلاج، قدم كثير في البروشيات في كل أحوالها التي تمر بها. لذلك نذكره بكل خير، ونقدم العزاء لكل أسرة وكل أولاده وبناته. أيضا نحن نصلي الله لتمتعه بفردوس النعيم مع الأبرار القديسين، بارك ثم أبرار القديسة مريم، وبارك البابا شمول الثالث والبابا تأودروس الثاني، وكل الأبرار الثقفين، وخالص أعزائنا من كل أفراد الأسر. شكرا جزيلا سيدنا الحبيب نيافة الحبر الجليل. شكرا يا سيدنا. شكرا جزيلا. سلام ونعمة سيدنا أنبا كيرلس أسقف نجا حمادي وكل توابعها. شكرا جزيلا أبونا. كنا بنتكلم ومعلش قطعنا قدسك. تفضل سيدنا. ناخد بركة. تفضل. ناخد بركة من باب الكنيسة. تفضل. اتكلمنا عن الاختيار وفرحنا جدا بأن ربنا اختار دكتور ثروت من البداية خالص، واتكلمنا كمان عن القبول، أن ربنا قبل التقدمة اللي قدمها اللي هي ذبيحة الحب اللي ابتداها من صغره لغاية نهاية حياته. أيوة. وبعدين في الآخر خالص قبله عنده، وفي الآخر برضو قلنا يسكن في ديارك إلى الأبد. السكنة هنا يعني موضع راحة، استقرار استقرار رضا. حيث لا مرض ولا ألم ولا تعب ولا ضيقات ولا أحزان ولا ظلمة. دي بقى عبر عنها الكتاب برضو في الآية اللي هاخد رأي قدسك فيها وارتباطها بالموقف، وهي برضو من سفر الرؤيا 21، سيمسح الله كل دمعة من عيونهم، ودي جت كذا مرة في سفر الرؤيا. وبعدين يقول والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. أنا بتهيألي لو نقضي شوية وقت في التأمل في المعاني الممتعة دي والمفرحة دي، مش ممكن أبدا نحزن. لما يقول حتى حتى حزن، حتى دمع، المسيح يمد إيده بنفسه كده يعني تبارك اسمه ويمسح كل دمع من يعني شيء ممتع. لا حزن ولا وجع ولا ألم ولا مرض، مكافأة بس، فرح بس، تسبيح بس. أكرم الذين يكرمونني. اللي بيقدم حب يلاقي حب، اللي يقدم تضحية يلاقي مجد. يعني إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. ربنا بيكافئ الإنسان بأنه يسكنه في المظال الأبدية، ويقول كده بره يدوم إلى الأبد. فيبقى الأعمال الصالحة بتدوم وبتستمر إلى الأبد. كلمة المظال دي في حد ذاتها جميلة خالص، يعني ولا حر الشمس ولا النهار، مصطلحات بشرية ربنا بيقرب لنا بيها الصورة. لأن طبعا ولا هيبقى في شمس ولا هيبقى في قمر، الابن الوحيد هو اللي بيضيء في السماء يعني. طب احنا دورنا ايه؟ دورنا ان احنا نقدم نفوسنا لربنا، وننظر ليه نظرة العبيد إلى سيده زي المزمور 122 ما بيقول مثل عيني الأمى اليدي سيدتها. تمام. ليه اخترت برضو الآية دي عشان أذكرها كده في السياق؟ عشان العبد عارف عارف أنه عبد، عارف مكانه. أيوة، عارف قدراته وعارف إمكانياته. ينفذ مقاصد سيده. دكتور ثروت عارف الحتة دي كويس قوي، وعارف أن مقاصد الله في حياته كلها خير. فاختار أن يكون عبد صالح وأمين. لما ربنا رقاه وخلاه وكيل، يعني يكون خادم ليه في الكنيسة ويقدم كمان كلمة ربنا، احتفظ بالوكالة. أيوة. وكان برضو وكيل أمين حكيم. في فرق طبعا بين العبد وبين الوكيل. الوكيل ممكن يتكلم بلسان سيده على عكس العبد. أيوة. عشان كده كان وكيلا أمينا في أنه يحفظ كلمة ربنا ويطبقها، ولما يجي يقولها للناس يتأثروا بيها ويستخدموها هم كمان. صحيح. احنا معانا على الهوى اعزائنا المشاهدين بدايات الاستعداد لتلقي العزاء من
من القاعة المرقسية الكبرى بالكاتدرائية بالعباسية، وزملائنا فريد إدوار وكامل يوسف موجودين هناك وهينقلونا زي ما نقلوا لحضراتكم بالأمس مع الزميل إسحاق يونان كل أجواء اليوم بكل زخمه وبكل اللحظات اللي كانت يعني كلها مرتبطة بالمشاعر. أرجع مرة تانية لأبونا الحبيب أبونا موسى موريس وأسأل قدسك، يعني احنا محتاجين نتعلم ازاي نحصر فكرنا كتير في السماء وفي متعتها وفي فرحتها علشان ما نورثش السواد اللي حتى ورثناه من الاجيال اللي فاتت من ايام الفراعنه، حتى في لبسنا وحتى في عاداتنا. يعني احنا يمكن نشوف الميلاد يوم الميلاد الناس تبتهج، اما الموت والوفاه انا بتكلم حتى على التقاليد مش بتكلم على المسيحيه، يعني نلاقي بقى الاول والثالث والسابع والعاشر والخمستاشر والاربعين يعني كتير نغرق في الحزن يعني، وده مش رجاء كافي. يعني ازاي ننقل النقله دي؟ اذا كنا هنمشي حسب قول الكتاب المقدس وتعليم ربنا يسوع المسيح فيه لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، صحيح، ونحطها جنب الى جنب مع الامثال اللي ادها لنا السيد المسيح زي مثل العذارى الحاكمات، وان احنا نعيش حياتنا كل وقتنا نحوش زيت، نحوش اعمال صالحه، نكون عذارى حكيمات، نوظف الخمس حواس بتوعنا، ما هم برضو يعتبروا خمس عذارى، لو وظفناهم صح وحوشنا زيت هنكون بكده بنقدم تقدمه لربنا يقبلها، خلينا احنا كمان مقبولين. من ضمن التقدمات اللي قدمها دكتور ثروت انه كان بيطبق نظرية مجتمعية حديثة العالم دلوقتي بيطبقها، هو ابتداها من زمان خالص، نظرية التنمية المستدامة. يعني بسمع كده عن الحاجات دي وقت بتعجبني فحاول اقعد افسرها. فعلا كان يحب الفقراء دايما، طب ممكن اديله سمكه ولا اعلمه الصيد بالظبط، فكان ولا افتح له مشروع ولا اساعده انه ما بيشتغلش فيلاقي وسيله يحس باحترامه انه بيتكسب رزقه من ايد ربنا مباشره. الانسان اللي بيحب ربنا جدا بيتصرف بتلقائيه حسب احدث النظريات العلميه حتى من غير ما يكون درسها، عشان في روح الله اللي هو بقى في كل مزخر في كل كنوز العلم والحكمه يعني. صحيح. طب قول يا ابونا، احنا لما بنتكلم كتير عن الاعمال مثلا بنتكلم عن اعمال دكتور ثروت وعطائه وادارته وفكره وخدمته و عايز اقول قول جريء بزياده، يعني ان ده بيعلي من قيمه النعمه، ان العمل الصالح اللي كنيستنا بتؤمن بأهمية الجهاد وإنها بتعلي من قيمة النعمة، لأن ده زي ما قال بولس أكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي. لما الإنسان بيكون شاهد لله في كل تصرفاته بتبان نعمة ربنا اللي كانت عليه قد إيه عظيمة قدام الكل. مش من حقي إن أنا أقول مين بيحاول يعمل زي دكتور ثروت، بس يعني أنا أقدر أقول في جملة بسيطة خالص ان عطاءه المتواصل المستمر كان قدوه لناس كتير برضو اغنياء استخدموا مالهم من اجل اكرام ربنا. فعملوا ده يعني شجع ناس كثيرين برضو من الواجب دي بركه، منذكرش دي بركه كبيره برضو في حد ذاتها. طبعا صحيح. استاذن ابونا مره تانية، معايا تليفون. الو استاذه سناء. ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء الخير يا استاذ ايهاب. اهلا بحضرتك. مساء النور يا مساء النور يا اتفضلي. مساء النور يا حضرتك سامعني؟ يا فندم اتفضلي حضرتك على الهواء. انا عايز اقول ان الدكتور ثروت كان شفى مرضى وفتح مبيعات واقام موتى كمان، هتقولوا ازاي؟ أيوة. هقول لكم شفى المرضى بالدواء الرخيص اللي كان ببطه كل الناس بتشفى. فتح عمان لما عمل لنا قناه سي تي في. امين. كل كلامها كان بينور يعني عينينا بيعرفنا الايمان الصحيح. اقام موتى ازاي؟ بكلامه الصادق اللي كان كل كلامه بيعمله قبل ما يقوله. انا عايزه حاجه، يا ريت نسمي اولادنا كلنا باسم ثروت علشان الناس تعرف والاطفال يعرف هو انا اسمي ليه ماما ثروت، تقول له علشان كان في واحد بيعمل كذا وكذا وكذا. اسم ثروت ده
ثروة حب ونهر عطاء وبركات. رحمة ورأفة اتعلمها من رب القوات. والواحد كان هدفه دايما ملكوت السماوات. والسيف بيصلي دايما علشان يثبت في طريق الملكوت. يا ريت كلنا نذكر اسمه ونفتكره بكل خير، ان هو فعلا يستحق كلمة قديس قديس. شكرا شكرا جزيلا أستاذة سناء، وشكرا لوفائك ومحبتكم اللي فوق الطاقة، مش فوق التصور، هي فوق الطاقة. انه فعلا لما الانسان بيشوف محبتكم لهذا المكان والفائدة اللي بتصل عن طريقه والمتعة الروحانية بيتصاغر ويتضاءل. ويمكن هنا ألمس شعور بسيط من شعور دكتور ثروت، واسأل ابونا يعني لما قدسك ككاهن بتحس انك كنت وسيط في خدمة اولاد الله، والإنسان يعني يقول لك يا ابونا شكرا، وصلت لي محبة ربنا، وصلت لي معرفة ربنا، يعني بيبقى قد إيه مشاعر الفخر والفرحة، لأن ده يمس حتة من اللي أكيد بيشعر بيه الدكتور دلوقتي على نطاق واسع، زي ما كان سيدنا الحبيب أنبا مرقص بيقول ملايين في استقباله من اللي تسبب في إسعادهم. ده الوفاء، الوفاء لكل حد قدم لنا مساعدة وقدم لنا خدمة. ربنا يسوع المسيح علمنا كمان ان احنا نكون اوفياء حتى وسط الالم، حتى وهو في الام الصليب. ايوه. تذكر امه لما عهد بيها لتلميذه يوحنا. ايوه. كان وفي لتلاميذه انه احتمل ضعفاتهم. كلنا نذكر معلمنا بطرس الرسول برغم إنكاره لكن بعد القيامة صحيح ردوا إلى رتبته الأولى، وشك توما وكالكوليتر فيلبس يعني كلنا مليانين ضعف، بس ربنا عمل بيهم فتنة للمسكون. إحنا ما يعني ما نهتمش بالكلام السلبي اللي ممكن يتقال، لكن ناظرين إلى الإيمان ومكمله يسوع. هل قدسك يا ابونا في لقاءاتك الشخصية مع الدكتور قدسك، أكيد كان في لقاءات كتير باعتبار أن قدسك هنا في الكنيسة يعني. طبعا مش كتيرة قوي عشان مسؤولياته، وطبعا إحنا كنا بنحاول نوسع بقدر الإمكان الوقت ليه والخدمته وخدمته الكتيرة. فيعني هل يعني الآية اللي بتقول في مزمور 116 ارجعي يا نفسي إلى راحتك لأن الرب قد أحسن إلي، هل يعني قدسك فعلا في اللقاءات دي حسيت فعلا أنه السماء هي موطن دكتور ثروت وأنه الانتقال إحسان؟ أنا رديت على الجملة دي في بداية الكلام لما قلت لحضرتك في لحظات الانتقال. أيوة. لحظة الصلاة ولحظة القداس عشت لحظات من السماء. أيوة. بعكس طبعا قدسك عايز تقول بعكس نفوس أخرى بتسيطر على الأجواء المحيطة كآبة وحزن وفزع، واجب احنا كنا فرحانين فعلا، كنا حاسين ان احنا في السماء. واجب أن لا نهتم، أمور كتيرة سلبية ممكن تكون موجودة حوالينا. وقداسة البابا شنودة ربنا ينيح نفسه، أمور كتيرة جدا ما كانش بيرد عليها. رب المجد يسوع المسيح نفسه كان أوقات يتسأل أسئلة كتيرة جدا وما يردش. صحيح. لأن ممكن الأسئلة ما يكونش ليها رد، وممكن كان يرد على سؤال بسؤال آخر. أيوه. يبقى إذن في بعض الأمور ما دام إحنا ماشيين صح مش بنهتم بالتعليقات السلبية الأخرى. صحيح صحيح. حكاية إن إحنا نشعر إن السماء هي موطننا ونقدر نعيشها من على الأرض. لما نحضر القداس بخشوع وعارفين إن يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه، ونفرح بالنور اللي موجود في الكنيسة ككل والبخور اللي بينقلنا الجو السماء، إحنا بنعيش السماء. لما نحضر التسبيحة زي ما الكنيسة عايشة دلوقتي أيام كيهك المليانة تسبيح. أيوة. ونتعلم لغة السماء بنعيش السماء من وإحنا على الأرض. صحيح. لما بنعمل أعمال مرضية حسب وصايا ربنا بنعيش السماء على وإحنا الأرض. على الأرض. صحيح. معنا تليفون. ألو أستاذ ويليام، من فضلك وطي وطي التلفزيون، اسمعنا من التليفون. أهلا بحضرتك، اتفضل. ممكن اشارك في العزاء؟ اتفضل حضرتك على الهوا. مساء الخير يا استاذ ايهاب. اهلا، مساء الفل يا حبيبي.
قبل الأيادي يا أبونا. سلام ونعمة يا حبيبي. المسيح يعزيك في نعمة الدكتور ثروت. تعيش يا حبيبي. وأطلب من ربي المجد يسوع أن يمسح كل دمعة من محب الدكتور ثروت. أمين. أمين يا حبيبي. أمين. أمين. بشكرك بشكرك أستاذ ويليام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. زي ما حضرتك ملاحظ يا أستاذ إيهاب كلنا متفقين ده مش تكرار يا حبيبي. ده مش تكرار. مش تكرار ان كل واحد بيقول نفس الكلام. ما هو ده ايماننا. صحيح. لما بنقول نفس الآية او نفس الملحوظة ده احنا كده بنؤكد وبنثبت ان احنا ماشيين صح. بتحس يا ابونا انه الآية برضو بتاعت تيموثاوس الثانية 4 اللي هي جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان أخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العادل وقد أتى ذلك اليوم يوم 3/5/2017 لكي يلبس السيد المسيح الدكتور ثروت إكليل البر. يعني احنا بجد الواحد لو خد وقت للتأمل في الآيات اللي من النوع ده مش ممكن يحزن أبدا أبدا ويتسلى عن ألم الفراق بسعادة المجد اللي بيتمتع بها الدكتور ثروت دلوقتي. ده أنا عايز أطلب الآية دي ليا. نفسي ربنا يقدرني كده وأتعلم من أباء القديسين اللي سبقوني وأتعلم كمان من الفضائل الكتيرة اللي ما نقدرش نعدها لدكتور ثروت ان انا اوصل للمستوى بتاع ان انا اقول اكملت السعي. طب اخد حته اكملت السعي ولا حفظت الايمان ولا جهدت الجهاد الحسن. دول ثلاث صفات حلوين قوي. ايوه عموما يعني يا رب يسوع المسيح ساعدني امشي فيهم الثلاثه مع بعض. حلو يا ابونا خالص عشان افرح باكليل البر ده. حلو خالص ان قدسك قلت انا هاخد الكلام على نفسي لانه فعلا احنا بنبعت رساله. اصل احنا يعني لما يكون منبر بيتشاف من ملايين ملايين في العالم كله وربنا يخصص احنا بقالنا دلوقتي 12 13 يوم نتحدث عن فضائل هذا الرجل وربما ربنا اراد كده بتاخير وصول الجثمان والاجراءات ووصول قداسه البابا علشان نظل نتكلم عشان ناخد دروس لحياتنا. يعني احنا عايزين كل انسان بيشوفنا وبيسمعنا دلوقتي ياخد ده على ابوه وعلى امه وعلى الحبيب المنتقل ليه وخصوصا الناس اللي احنا بنبقى مطمئنين جدا على مكانهم في الابديه. عايز استاذن برضو حضرتك تعقيبا على الجمله بتاعت حضرتك دي. حد من ابائي الاباء الكهنه حب يعبر برضو عن مشاعره. اي ف كتب بعض ابيات كده هل ممكن اقولها؟ اه طبعا يا ابونا يسعدنا جدا. أبويا ومش عايز يقول مين ولا ايه؟ لا 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 ابويا ابونا انطونيوس داخل. عملها باسلوب شعري كده بسيط كانه ايه زي نظام المدايح. وصدقني يا حبيبي كلها مشاعر ومشاعر صادقه. فنظمها ازاي؟ على طريقه ابدا باسم القدوس الرب الهنا ايسوس مخلص كل النفوس أرخن دكتور ثروت. ده المرض يروح مكمل بقى. وابتدى يعمل على زي ما أختنا قالت كده. أيه. على كل حرف من حروف كلمة دكتور ثروت باسيلي. الثلاث كلمات دول. عمل على كل حرف تأمل يعني بيت. فمثلا حرف الدال دايما نذكر بالخير راجل طيب وقدير وكان حسن في التدبير أرخن دكتور ثروت. وهكذا بيستمر فيها. هل أكمل؟ اتفضل يا بونا اتفضل. الكاف عشان دكتور. كنت قائد في التنوير وقوي في التأثير ولك فكر منير أرخن دكتور ثروت. تسند وقت الأزمات وتعطي بدون حسابات إيمانك قوي بثبات أرخن دكتور ثروت. واقف جنب المسكين دايما تسند وتعين في عطاء بشوق وحنين أرخن دكتور ثروت. روحك حاضرة معانا في صلاتك لا تنسانا كلماتك جوانا أرخن دكتور ثروت. كلماتك جوانا كلمات دكتور ثروت موجودة وبتتعرض على شاشة باستمرار ولا أعيد؟ لا تمام. موجودة باستمرار يا حبيبي فما فيهاش مبالغة في الكلام لأن كلماته حية بينا.
كده كلمة دكتور ثروت، ثقتك في من أعطاك. يا رب ما أحلى سماك من يدك أعطيناك. أرخن دكتور ثروت، ربحت كل أولادك كتعليم أجدادك وتركت لنا جهادك. أرخن دكتور ثروت، واضح للكل صريح وذو لسان فصيح، ده جواك ربنا يسوع المسيح. أرخن دكتور ثروت، تواضع في حياتك دايما تنكر ذاتك، انفعنا بصلواتك. أرخن دكتور ثروت. هستأذن قدسك قبل ما ناخد حروف الكلمة الأخيرة. معايا تليفون تاني. ألو أستاذ جرجس. ألو مساء الخير. أهلا مساء النور، زي حضرتك؟ معلش الصوت واطي من عندكم. بس انا سامع كويس قوي، صوت حضرتك عالي جدا، سمعنا. اتفضل حضرتك على الهوا. الو مساء الخير. اتفضل استاذ. اهلا. مقبل بيادي يا ابونا. سلام ونعم يا حبيبي. اتفضل يا استاذ جرجس، سامعينك. مساء الخير. اتفضل يا فندم، احنا سمعنا اللي فات كله. اتفضل كمل. مساء الخير. كمل اتفضل. سابونا مقبل بيادي يا ابونا. سلام ونعم يا حبيبي، اتفضل سامعينك. أنا مع حضرتك يا أستاذ. واضح إن حضرتك مش قادر تسمع. مع حضرتك البابا تودروس الثاني. أيوة. وكل أصدقاء الأستاذ طارق وأحباءه وأبنائه، تعزينا الكنيسة القدسية في مصر وخارج مصر. أنا مش سامع حضرتك، معلش. بشكرك. بشكرك أستاذ جرجس، يبدو أن في مشكلة في الصوت، معلش. بشكر حضرتك، اتفضل يا أبونا. أنا كنت يعني منتظر أنه يجي كلام من هذا النظم كده، بس جميل أن قدسك كاهن واللي كتبه كاهن، عشان لو كانت كتب من عندنا كان يقول لك دي مغالاة وانتوا بتكبروا الراجل بتاعكم وعاملين له مديحة زي الأباء القديسين. اتفضل أبونا أنطونيوس داخل، برغم سفره في خدمة في هونج كونج، بس مجرد ما عرف المحبة، شارك بالمحبة اللي بتحركنا. جميل. هو محبة بانفعال حقيقي. صحيح. مش مؤثرات. صحيح. المجد ليك يا رب، ربنا بيبعت كلمة لأولاده. تفضل. احنا قلنا دكتور وثروت. ناخد البيه بقى. لسه ثابت. ثابت. طب اتفضل. ربنا يجعلنا ثابتين في الإيمان. أمين. ثابت في كل حين بكل ثقة ويقين، تصرخ وتقول أمين. أرخن دكتور ثروت، إيمانك بالفقراء، إيمانك بالفقراء ومحبة العطاء، كنت للكل سواء، يعني بيتعامل الكل بالتساوي. أرخن دكتور ثروت، بيتك مفتوح للغير، دايما مليان بالخير، لك كل التقدير. أرخن دكتور ثروت، تقديرك لكل الناس والخدمة كمان بحماس، مع رقة الإحساس. أرخن دكتور ثروت. احنا ظاهر كل كلمة بناخد مكالمة وبعدين ناخد حروف الكلمة اللي بعدها. ألو. ألو. أهلا وسهلا. ألو فهد ذهاب. أهلا وسهلا، اتفضل يا فن. معاك بشوي من أبناء زي من أمر أخوة أسواج. أهلا أهلا. أنا بعزي الأسرة وعزي الصيدلية وأنا حد دلوقتي صدقني حزين، يعني زعلان على اللي حصل. يعني هو حضرتك بتقول الحمد لله حزين ليه؟ طيب ليه الحمد لله حزين؟ المفروض تبقى فرحان. لا يعني انا مبسوط ان هو راح السماء يعني. تمام. وظبيت وشفيع لينا يعني، بس انا زعلان على الحزن يعني اللي احنا فيه دلوقتي يعني. صلي بقى بدل الحزن ده، بدله بصلاه من اجل تعزيه الاسره وتعزيه كل محبي. الله يخليك. بشكرك بشكرك استاذ بشوي من سوهاج، اتفضل يا بون. وصلنا لغاية كلمة بسيلي. هي بسيلي معناها ايه يا ابونا؟ معناها نعمة ولا معناها ايه؟ معناها نعمة، مش كده؟ وفي زهرة جميلة جدا اسمها زهرة البسيلي اللي هو الريحان. صحيح صحيح. ليها بذور كده جميلة وممكن تحط كمشروع. كتير بيزرعوها في البيوت من كتر الرائحة الجميلة النفاذة بتاعتها. رائحة العطرة وسيرته الحلوة موجودة، مش كتير عليه يكون يستحق لقب بار. صحيح. بمعنى مش بس يشهد له الجميع، لكن كمان أكيد ربنا فرحان بعمله الحلو. صحيح. بسيلي البيه، بنيت كام منارة كعلامة وإشارة على حسن الإدارة. أعتقد الكلام واضح أنه بنى أكتر من كنيسة.
أسست قناة تعليم للفكر يكون سليم تتنقل بتسليم. هنا إشارة إن برضو الكنيسة فيها حاجات الإيمان المسلم مرة للقديسين. سجودك كان في خشوع أمام الرب يسوع، شربت من الينبوع. أرخن دكتور ثروت، يا حكيم في كلماتك، مخلص كل حياتك، اذكرنا في صلواتك. أرخن دكتور ثروت، لا تنسى أولادك يكملوا جهادك، تعليمك وإرشادك. أرخن دكتور ثروت، يا رب لا تنساني ودايما كون، يا رب لا تنسانا ودايما كون معانا بصلواته ترعانا. أرخن دكتور ثروت. الحقيقة كلمات رغم بساطتها لكن فيها عمق، وبتلمس مواطن متميزة في شخصية ومسيرة حياة دكتور ثروت مسيري. تمام، هي طبعا برضو فيها، يبدو ان في علاقة شخصية كمان بين ابونا انطونيوس زاخر ودكتور ثروت. اكيد، وطبعا انا استاذن حضرتك كما يجي بالسلامه ان شاء الله. اكيد يبقى ايه، ينورنا، اتكلم افضل مني. لا ينورنا يا ابونا وقدسك، منورنا. احنا داخلين كمان بعد كده هنحتفل بال40، واكيد هندي فرصه كبيره للناس انها تعبر عن فرحتها باستقرار هذه الروح الجميله في ملكوت السماوات او في فردوس النعيم. ويعني نفسي نتحول إلى البهجة يا ابونا، وكل واحد عنده فقيد في بيته ما يبقاش فقيد، يبقى سبب بهجة، يبقى أحسن إلي، اختارني، قبلني. يعني عايزين إزاي نقتني الروح دي من فضلك يا ابونا، تدينا برضو بركة. القرب من ربنا ومن الكنيسة هنقدر نعرف الحاجات الحلوة دي لما نكون موجودين في الكنيسة ونسمع أشياء الراقدين، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعد الله للذين يحبونه. طبعا نبقى متعزيين. موضع الفرح ومسكن الصديقين، موضع الفرح عشان ما فيش حزن فوق في السماء، مسكن الصديقين لأن كل الصديقين موجودين. فحتى الأشياء اللي بنقولها للراقدين معزية. طب لو أشرنا لبقية الأواشي التانية صدقني كلها معزية. أشياء المرضى بنطلب فيها شفاء مش بس لأمراض الروح ولكن كمان أمراض الجسد. أشياء جميلة خالص. تمام. فلما نبقى موجودين في الكنيسة باستمرار ونقدر نركز مع الصلوات اللي بتتقال هنبقى متعزيين، وزي ما قلت لحضرتك نعيش السماء من واحنا على الأرض. نجرب. مش هينفع الكلام لو في حد بيسمعني هو بعيد عن ربنا. ذوقوا وانظروا أطيب الرب. تعال الأول ادخل الكنيسة وتعال ذوق. مهما كلمتك عن حلاوة المشروب الفلاني اطلاقا مش زي ما حضرتك تذوق. يمكن عشان كده يا ابونا الكنيسة بترسخ في أولادها فكرة السلام كعطية رئيسية من الله، وكنيستنا نصح قوي. لو عدينا كام مرة بنقول كلمة السلام في الصلوات التقصية بتاعتنا، يعني كفاية السلام لكم اللي بتتقال في بداية بعد كل في بداية كل أشية مثلا. فالسلام يبدو انه أجمل وأهم من الفرح حتى، لأنه حالة مستقرة من الرضا ومن السعادة الدائمة كده، مش فرحة بالمعنى الإنساني اللي هي شوية وتخلص. السلام من إيدين ربنا يسوع المسيح. سلامي أنا أعطيك. صحيح. طب عطية ربنا يكون شكلها إيه؟ هيبقى سلام كامل. سلامي أنا أعطيكم، سلامي أترك لكم زي ما هو كامل، ليس كما يعطي العالم. صحيح. أعطيكم. صحيح. عشان كده بنصلي فلحن بقوره ونقول له يا مالك السلام أعطينا سلامك. صحيح. لما السلام يبقى من إيدين ربنا نعيش في فرح. نطلب السلام لأجل بلدنا مصر ولأجل الدنيا كلها. صحيح. أمين. صحيح. بمناسبة بلدنا مصر بقى يا ابونا، يعني السنين الأخيرة اللي كان فيها رجة عنيفة لمجد اسم الله في مصر، قدسك شفتها ازاي او دلوقتي بتبص لها ازاي؟ اكيد كان في ناس كتير بتجيلك بتقولك خايفين، مجروحين، حصل كذا، لينا قريب استشهد، لينا قريب بتعور، لينا ايه 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 تقييمك للفترة ديت؟ انا بحب بلدي جدا وفرحان خالص ان ربنا يسوع المسيح جه وزار هنا مع ام العذراء ويوسف النجار. اوقات كتير بتخيل
مجيء ربنا يسوع المسيح لبلدنا كان شكلها ايه؟ يا ترى كان ماشي هو لابس شبشب ولا ماشي حافي؟ يا خبر ابيض لو ماشي حافي انا عايز ابوس الارض كلها. صحيح. يا ترى شرب من مية النيل كان في كوباية ولا مد ايده الحلوة وشرب من نيلها؟ اكيد عشان كده بيحن لها. ربنا يسوع المسيح يحب بلدنا خالص، عشان كده واجب ان احنا دورنا كمواطنين في البلد نكون محافظين عليها. لما يطلب مننا طلب لأجل سلامتها نقف ونسد كده زي ما بيقولوا. نكون مخلصين بعضنا نحو بعض، نحب الكل، نعطف على الكل بدون شماتة. صحيح. يعني لما يحصل موقف معين عند حتى اللي أنا مختلف معاه أقدم له المحبة ببساطة. صحيح. كنت بعلم ولادي في دي حاجة في بيتي، لما حصل الموقف بتاع سينا والضرب الجامع اللي هناك، أول رد رديته يا ولاد ويا بنات لما تقابلوا حد من إخواتنا قول لهم زمان موسى النبي كان بيكلم ربنا على الجبل في سينا وسينا كلها اتباركت. النهاردة سينا اتباركت لما الناس اللي كانوا راكعين وساجدين بجباههم على الأرض واستشهدوا، فسينا بتتبارك للمرة التانية بالسجود لله. فبقت حتى الكلمة دي لما الأولادي بيقولوها لبقية أصدقائنا وإخواتنا شركائنا في الوطن إخواتنا المسلمين كانوا بيبقوا متعزيين خالص لأنها كانت كلمة صادقة. صحيح. أنا بشكر قدسك جدا يا أبونا، قدسك نورتنا وفرحتنا وباركتنا. كله للخير. نشكر ربنا. كل الأشياء تعمل معا للخير ومسيرها تنتهي. صحيح. عشان ربنا موجود زي ما قداسة البابا شنودة علمنا. صحيح. لما بنعيش يا حبيبي بإيمان القديسين بنفرح وبنسعد وبيكون لينا سلام. بشكرك جدا جدا أبونا الحبيب القس موسى موريس كاهن كنيسة السيدة العذراء القديسة مريم والأنبا شنودة مدينة السلام. نورتنا يا أبي وباركتنا. أشكرك. وبشكر حضراتكم مشاهدينا، وحنروح على طول نتابع اللقطات الحية اللي هتستمر معانا لغاية الساعة 10 في تلقي العزاء في الأرخن الكبير والخادم الجميل دكتور ثروت بسيري. أبونا قدسك عايز تقول حاجة، تفضل. بجانب مشاعر التأثر اللي موجودة جوانا ما ننساش كلام الكتاب المقدس، افرحوا في الرب كل حين. صحيح. وده حين مهم من هذه الأحيان اللي يجب أن نفرح فيه. بشكرك يا أبونا وبشكركم مشاهدينا، وحنبقى معكم لغاية العاشرة مساء من القاعة المرقسية الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتلقي العزاء في انتقال رجل البر والعطاء أبونا الخادم الجليل دكتور ثروت بسيري.